انا دي تمام حاضر ريكورد لا اصلا ري... ري... انت قصدك اعمل ريكورد يعني؟ وأصلاً شغال. أوه. أوه. اه اه ايه؟ هو اصلا شغال اه شكرا تمام طب اول حاجه في البولت كونكشن آه, انا الكونكشن بتاعتي عباره عن ايه؟ لما اقول بولت كونكشن واسكت قصدي بيها ايه؟ قصدي بيها الماتيريال اللي بتاعت البولت والجوينت البولت تايب نمبر اوف بولت والبولت ايه سواء اللي هو الشكل اللي على الشمال ده كل دي اسمها ايه بولتد كونكشن الوصله يعني اللي فيها ايه الجوينت يعني أنواع اللود اللي عندي الشير لود والأكسيال لود سيفت فاكتور أو اللود فاكتور هنشوف الكلام ده معناه إيه دلوقتي طبعا أنتوا غطيتوا موضوع الـ إزاي اللي هو البراكت إزاي أحوله لأكسيال لود في المسمار صح؟ دي أكيد خدتوها في شيت البراكت خدته زي شير لود احوله اكسيال لود لان المسمار مش بيشيل شير الاف External يعني اه اف External بس الاف External Force acting على المسمار بتعمل شير عايز تفصل يعني زي اف تي دي اف اللي هنا دي اه بس دي دي شير المسمار ما بيشيلش شير مسمار بيشيل اكسيال لود بس فازاي الاف تي دي احولها اكسيال لود اظن دي انت خدتوها في شيت البراكت ولا لسه ما خدتوهاش عشان كده سالتكم في الاول انتوا وصلتوا لغايه فين على العموم هيبان قدام يعني هنشوف كده كذا شكل قدامنا هيبان انتوا خدتوها ولا لسه يعني هو أول شيت ما خدناهوش يعني احنا دخلنا على اكسرسايز 2 على طول أنا مش عارفة ده في أول شيت ولا لأ لو اكتر صور بيتكلم على ايه اكتر 2 تو الفاسنرز ده مش ايوه الفاسنرز في شيت فاسنرز وفي شيت براكت اه اه اللي هو اكسرسايز 2 ده بتاع الفاسنرز اكسرسايز 3 بتاع البراكت انتوا خدتوا الاثنين؟ اه يبقى كده احنا قصدي احنا 3 خدنا خدنا اول ثلاث اسئله بس انا مش عارف آه. في اول كده. لسه لسه ما خلصتوهاش تمام فهمت فهمت قصدي ماشي على ما احنا واحنا ماشيين في البريزنتيشن في هن... هن هنعدي الاشكال اشكال اكيد انتوا جزء اخدتوها جزء ايه لسه على عموم المسمار في اي اللوت في... اللود عموما هيبقى اكسل او ايه تانجنشال فانا ايه هنشوف ازاي نتعامل مع الاثنين الريزلت اللي انا ب... ببقى محتاج اعرفها في البولتد كونكشن initial tension او البري ستريس اللي هي الاف اي ال ال tightening torque اللي هو الـ T uh, ده ال Fi وده التايتننج تورك Torque اللي هو T1 plus T2 الـ Stresses سواء Assembly أو Working والمارجن Margin A of Safety طيب أه برضو أكيد المعلومة يمكن أكيد سمعتوها في السكشن وبأكد عليها تاني لو أنت في الامتحان سواء كويز أو ميد تيرم أو حتى في الحياة العملية في شغلك أو كده عايز انت تجيب ابعاد المسمار وانت مش معاك الشيت او داتا شيت او الكتالوج بتاع الشركة اللي انت شغال بيها فانت رافلي كده بت ايه؟ بتستمات البولس هيد نوت هيد كور دايمتر اكروس فلات بيزد على ايه؟ على ريش كنت خدتوها تقريبا اول مرة في كورس الاسامبي لما خدته ازاي رسمة ازاي ارسم المسمار والنط والحاجات دي كلها فلو مش معاك الجدول في الامتحان او الكويز في ابعاد المسمار زي ما اشتغلته في شيت الفاسنرز من حقك تستخدم ايه الريليشنز دي بس لو التزموا بالريليشنز بتاعت القوانين اللي انتوا خدتوها في السكشن او الدكتور قالها قالها في المحاضره انها بتختلف حسب الستاندر بس زي ما الدكتور قال لكم ايه تمشوا ايه عليه طب انواع المسامير بولت المسميات دي يمكن مختلفه شويه لما يقول كلمه بولت ويسكت قصده بيها سرو سرو bolt سكرو اللي هو تاب واستاد اللي هو ايه المسمى واحد اللي هو ايه ستاد دي انواع المسامير بتاعتنا التايتنج تورك كونسبت ان انا التورك اللي انا عايزه عشان اربط بيه المسمار محتاج اتغلب على تو تو فريق. تو فريكشن تو توركس عندي تي 1 هو التورك اللي انا عايزه عشان يعني اوفركم الفريكشن اللي بين سنان المسمار وسنان ايه صامولة. اللي هو الـ Bolt و Not A teeth ده T1 T2 T2 بالمناسبة مش شرط يبقى عند الـ Bolt head عشان بس دي برضه نقطة تبقوا عارفينها كويس عشان لو الدكتور سأل في Loding diagram عن مسمار أو حتة الطب أنتم فاهمينها T2 ده بيتبند حسب أنا هربط منين يعني هربط منين أنا ماسك دلوقتي ال. دلوقتي ده Through بولت Through بولت لو أنا ماسكه بإيديا وحطيته في الجوينت joint هيقع هيقع بجرافيتي لغايه لما الهات دي تخبط فين في الجوينت هنا كده الحته دي مفيش حاجه هتمسكه لانه بيعدي في سروه في في هول اكبر من الدايمتر بتاعته في الجسمين فمفيش حاجه هتوقفه انا دلوقتي احط النات واربط يا يعني اللي هتربط من النات ربطة مبدئي بعدين تجيب برنش تربط من راسه مسمار فيبقى فوق او هتربط من النات تحت فيبقى تحت تي 2 بتختلف حسب انت هتربط منين طبعا مجموعة من اللي هو ايه التوتال تايت او التايتنج تورك اللي هو تي 1 بلس تي 2 ده اللي انا محتاج اظبطه على ايه على التورك Range ان انا ابقى ايه عارف هربط ايه كام نيوتن ايه متر دي قوانين بقى اللي هو Tight Torque كالكوليشنز اللي هي Manual كالكوليشنز المانيوال كالكوليشن في انيشال تنشن وتخلي بالكم السؤال ده مشهور وجاء قبل كده في midterm تيرم وفاينل ازاي اطلع الانيشال تنشن جرافيكلي اكيد خدتوها في المحاضره صح؟ اه تمام تمام ركزوا عليا ان كان في اسئله الدكتور كان حاطها في الشريط في السكشن بتيجي ساعات في الميد ترم او فاينل ممكن تيجي كويز يعني دي برضو من الاسئله المشهوره أم البولت والجوينت ستيفنس ان انا هعامل البولت والجوينت اكنهم سبرينج وانا بربط في البولت كونكشن بيبقى عندي السبرينج اندر تنشن والجوينت اندر كومبريشن ده اكزامبل زي ما قلت لكم اللي هو اللودنج دايجرام اللي على المسمار يعني لو انا هعتبر المسمار اكنه بيم ايه ده مثلا تاب بولت التاب بولت زي ما انتوا عارفين ما فيهوش نط اكيد التي 1 على اسنان المسمار والتي 2 على ايه على هيد المسمار لان في التاب بولت ما فيش نط فاكيد الفريكشن تورك اللي في الكونتاكت اللي على البلين اللي بين الهيد وبين الجسم اكيد في ايه في المسمار فانا هيبقى عندي التو... التورك كامل على ايه على المسمار وده النورمال Normal Force Diagram. طبعا Under Tension في أكيد بتبقى Positive Dynamic Analysis Bolted Connection في في المحاضرة بكل <applause> <applause> بساطة بكل بساطة ليه في Dynamic Torque أنا دلوقتي تخيل معايا أنا Pressure فيسل دي بريشر فيسل مثلا وانا عندي هنا ايه المسامير وده البريشر ايه اللي بيأكت عندي طب انا لما ابص للكلام ده بلان أشوفه ايه طب هي حاجه مدوره كده نرسمه تحت طب حاجه مدوره وعندي المسامير ايه دائر ما يدور كده طيب فده عندي اللي فوق ده اللي هو الكاب وتحت اللي هو ايه الفيسل ايه نفسها طيب البريشر اللي جوه في الفيسل سواء انا بتكلم بقى كيميكال بلانت بقى حاجه بترول حاجه مثلا اكل بغض النظر ايه اللي جوه الفيسل البريشر جو بي في فاريشن في البريشر مرة يعلى مرة يوطى طب الكلام ده هيترجم على المسمار ازاي؟ الاكسترنال لود اللي على المسمار ماله؟ هيتغير فيبقى عندي مارجن لوور external اكسترنال مينيمم ومارجن هاير اللي هو بي اكسترنال ماكسيمم والبي اكسترنال بيفلكتويت بين ايه؟ تو ليمتس دول طب ده هقص على المسمار ازاي؟ لازم اعمل سيفتي تشيك كاستاتيك لود بلس سيفتي تشيك dynamic لود لان ما دام دخلت في حته الدايناميك يبقى لازم انا في اليلد او الستاتيك Calculations بقارن بمين بسيجما يلد ده ستاتيك لو اللود ستاتيك فبقارن بالايه بالسيجما يلد اللي جاي من ايه اختبار الشد اللي هو التينسايل Test اللي هو طبعا ايه ستاتيك تيست طيب آه الديناميك ما ينفعش استخدم السيجما يلد ان السيجما يلد دي جايه من static test فمش بتعبر عن ال... ال... الـ الـ dynamic capability الايه؟ او dynamic strength للماتيريال فبنعوضها اسمها sigma endurance خدتوها قبل كده في المحاضره اللفظ ده endurance sigma endurance لا لسه ما خدناهاش انتوا لسه ما خدتوش الـ dynamic analysis؟ تقريبا لا احنا خدنا اللي هو الاسمبلي ستريس والوركينج ستريس وكده انتوا لو خلصتوا دخلتوا في باور سكرو اكيد خلصتوا دايناميك اناليسز المفروض تبقى عليها بص انا هقولها النهارده أه بتتعمل ازاي لو ده الحته الجديده بالنسبه لكم وانتوا بس يعني ارجعوا للمحاضره تأكدوا هي موجوده ولا مش موجوده لان يعني عاده لما دكتور بيخلص الفاستنر ويخش في الباور سكروب تبقى انت متاخده في البولت كونكشن لان هي جزء من الفاسترز وحتى اعتقد في سؤال اه يا يمكن دكتور يمكن ما اعرفش اتاكدوا خدتوها ولا لا او دكتور لسه هشرحها في البراكتس في س... انا فاكر ان في سؤال في الشيت البراكتس في دايناميك لود على ما هقولها سواء خدتوها او لسه هي موجوده يعني معانا وانا بشرحها النهارده ايه هنقول طريقتها كده ايه سريعا يعني المهم فاهمين الكونسبت ان انا ستاتيك لود اللي انتم حسبتوه اللي هو الاسامبلي وركنج ستريس بقارن بمين السيجما يلد لا لكن يكون في دايناميك لود على مسمار ما يبقى يلد ما ينفعش اقارن بيه يعني ما ينفعش للمثير للماتيريال اقارن بيه لان هي مش معبره غير الستاتيك لود فقط فالمعبر اللي هو عن الدايناميك هو السيجما ايه انديورنس وهنشرح ده بيك ازاي لما نيجي الوقت الايه الدايناميك آناليسس. طيب دي الطريقه بتاعته اللي هي السودر بيرج ثيوري فور فاتيج كلمه فاتيج يعني اللي هو الاجهاد اللي هو ايه لودنج وان لودنج لل لللود نفسه بيبقى فيه لود اون واوف يعني سايكليك يعني فده دي الطريقه اللي ازاي بنحسبه دي سكرين شوت من الستاتيك آناليسس في انفنتور ودي سكرين شوت اللي في انفنتور برضه ده هنتكلم عليه النهارده نيجي بقى الابليكيشنز إيه؟ اللي هي بتاعت الايه؟ البراكت اللي هي ازاي بحسب الاف اكسترنال على المسمار المنظر اللي قدامنا ده شفتوه شبهه او هو هو في المحاضره ولا لا؟ انا مثلا عندي براكت هنا ده براكت دي مثلا حيطه وده براكت وانا عندي فورس دبليو بتاكت عليه وعندي مسامير مثبته البراكت في الحيطه المطلوب مني فايند external لود per بولت خدتوا الكلام ده ولا لسه خدناه حلو قوي طيب ده الخطوه بقى إيه نعدي عليه سريعا كده البي external في الحاله دي مسمار عليه ايه الدبليو دي بتعمل ايه اول حاجه عشان بس نراجع مع بعض اللود اللي عندي دي هيبقى دايركت نورمال دايركت شير نورمال ديو تو بيندنج شير ديو تو تور. أربعة كيسز المسمار هيشوفهم دايركت نورمال الفورس اللي عندي بتشد المسمار مباشرة دايركت شير عايز تقسم المسمار نصين دايركت لي برضو نورمال ديوتو بيندينج هيحصل بيندينج بين الجوينز فالمسمار يتشد زيادة فيتحول نورمال فورس شير ديوتو تورك هيحصل تورك التو بليس أو التو جوينز هيلفوا على بعض فاللفه دي هتقسم المسمار نصين فهتولد شير فين في المسمار هنشوف الحالات دي واحده واحده مع بعض الفورس دبليو دي بتعمل ايه على المسمار دايركت نورمال ولا دايركت شير بروسكشن المسمار اهو اهو هوريزونتال فبتعمل ايه هتقسمه نصين يا يعني بدايركت شير صح دايركت شير بحسبه ازاي دبليو بقسمها على عدد المسامير في الميو ايه الميو دي بما ان المسمار مش بيش بيشيل شير مين اللي هيشيل شير الجوينتس اللي بين المسمار الحته دي الفريكشن ده اللي فيه الميو الفريكشن اللي بين اللي بين التو بليتس او التو جوينتس هو اللي هيشيل الشير طب انا اخليه ازاي يشيل الشير هنشوف دلوقتي ايه تاني ال W دي لما يأكل اللود كده مش عايز يلف على البوينت دي يعني براكت ده كله هيميل كده هيميل يمين كلوك وايز ما عدا في بوينت هي مش بوينت طبعا هي ايدج لو انت شفت الموضوع سايد فيو هو ايدج كامل يعني النقطة دي وما وراها لو هو ايدج يعني خط كامل دي البوينت اللي براكت دايما وهو بيلف هيبقى لامس بيه ايه؟ الوول فاسمها تيلتينج ايدج ان في ايدج البراكت بيلف حواليه وهو بيلف حواليه دايما عامل كونتاكت مع الهول طب لما البراكت عايز يلف كلوك وايز ويبعد عن الحيطة اباوت التلتينج ايدج ده ايه اللي هيحصل في المسمار؟ المسمار عايز كمان يلف طب المسمار داخل جوه بيسرد في الحيطة فالمسمار هيتشد زيادة عشان يقاوم البندنج اللي هيحصل عشان كده اسمها نورمال ديتو بندنج الكلام ده سمعتوه قبل كده في المحاضرة أو السكشن ولا لسه؟ أيوة حلو كويس طيب نبص بقى على البي اكسيرنال اف 2 على ان اف 2 دي جبتها من البندنج سواء هتحل المعادلتين دول أو القانون اللي في المحاضرة اللي هو القانون كومبايند بلس دبليو على ميو في ان الدبليو اللي ايه؟ اللي هو اللود ده على يعني ايه بقى الكلام ده يعني انا المسمار بتاعي اللي كان عليه الشير انا حولته نورمال تخيل معايا اللود ده مش موجود كان P اكسترنال مالها تبقى قليله لكن لما زودت عليه ال W اللي هي الشير لود بس حولتها نورمال قيمه الاكسترنال لود اللي على المسمار اللي هيشده زياده كبرت فلما اربط المسمار زياده التو 2 جوينتس يقربوا من بعض الفريكشن اللي بينهم يعمل ايه يشيل الشير فانا خليت الـ الجوينت يشيل الشير نرى قربتهم من بعض زياده لما ربطتهم مسمار ايه اكتر طب المثال اللي على اليمين ال W دي بتعمل ايه على المسمار دايركت نورمال لان هي بارال بالضبط السنتر لاين المسمار فهي بتشده دايركتلي وكمان بتعمل مومنت اباوت ايه ال اتش ايه دي فانا عندي دايركت نورمال بلس ايه تيلتنج لود طيب المثال اللي بعده ده بركت وده السايد فيو بتاعه ال 40 كيلو نيوتن لو عملت لها ريزولوشن على على المحورين هيبقى عندي 40 كوزاين 60 في المسافه دي ده تيلتنج وهي نعمل نفس الكلام ك... كساين المهم اللي عنده نورمال ديو تو bending هيحسبه ويطلع F1 و f 2 طب عندي ايه كمان الكومبوننت دي اللي هي 40 كوساين 60 هتعمل ايه دي ضار كتير عايز عايزة عايز عايز تقسم المسمار نصين وال40 ساين 60 اللي هي دي هتشد مسمار دايركت لدايركت ايه نورمال فعندي في المثال ده 3 كيسز للايه الاكسترنال لود bending دايركت نورمال دايركت ايه شير المثال ده بتاع الباور سكرو اظن ان انتوا خدتوه في الباور سكرو كان فيها مساله شبهها في الشيت الفورس البي دي بالنسبه للمسمار هتعمل دايركت نورمال وهتعمل ايه تلتنج ايدج اباوت البوينت ايه دي ده مثال البريشر فيسل ومثال البريشر فيسل من اكتر الامثله المشهورة اللي هي ايه تبقى بيور دايركت نورمال مفيش عندي شير مفيش عندي bending ولا اي حاجه هي الدايركت ايه نورمال الفورس على حد المسامير طبعا الفورس بتحول نجيبها ازاي انا يعني عندي بقى عندي طبيعي بريشر فيسل هيوصفها ببريشر اللي بضربه في الاريه يتحول فورس واقسمه على عدد ايه المسامير بي بريشر في الاريه على ان عدد المسامير نيجي بقى للトルق هل خدتوا التورك في المحاضره ايوه يا خدته ازاي بيتحل ايوه حلو طب فورس بي برده على بعد ايه من سنتر لاين هتعمل ايه هتعمل دايركت نورمال بي اس اللي هو البي على اربعة ل ال 60 على اربعة ب 15 دايركت ايه دايركت شير اسف دايركت شير وهتعمل أربعة كومبوننت بيربنديكولار على ايه من كل من كل سنتر مسمار لسنتر للسنترويد لس... بتاع الايه المسامير كلها بارم اسمه ال والفورس دي بيربنديكولار عليه فرصة في المسافة اديت لي كومبوننت تورك على المسمار واحد هتعمل الكلام ده الاربع مسامير هيتكون عندك تو فورسز في نفس البلين الاتنين شير فهتجيب لهم ايه ريزالتن بتجيب الار ماكسيمم اعلى ريزالتن تقسمها على الميو جبت ال البي اي اكسترن طيب نفس الكلام هنا برضه المثال ده برضو الغرض منه ان ينبهني ان الفورس دبليو دي هتعمل نورمال فورس على المسمار بس ليه ما خدتهاش معايا؟ ليه البي اكسترنال دودو بيندنج بس؟ يعني هيحصل بيندنج على الايدج ده؟ ليه مش مدخل معايا الدايركت نورمال في المسمار؟ حد يعرف؟ كومبريشن مظبوط صح عشان بيعمل كومبريشن ده الكومبريشن ده بيساعد الـ بيساعد البولت كونكشن فكده المسمار ايه؟ مرتاح زيادة فمش شايل حاجة كده كلام مظبوط ده بالنسبة للحتة اللي هو ايه ال theoretical background اللي احنا عارفينها واحنا ايه داخلين لل ال inventor عليه لازم تبقى مذاكر كويس الفاصنر كقوانين ومذاكر ايه ال bracket ال two topics دول مع بعض طيب نيجي بقى ال هنفتح يعني مع بعض اللي عايز يبص على اللي بيعمله يشتغل معايا انفرل براحته عشان زي ما قلت في المرات اللي جايه من السبت اللي جاي هيبقى في ايه بروجرس صغير كده في كل مره اخر ايه اخر اللاب هتعملوه ايه ندي عليه ايه بروجرس طب هنفتح اسمبلي فايل او قبل اسمبلي هفتح هفتح بارت فايل أول لا بس مش هسيب بارت ده عشان هيبقى الانج اعمل نيو مترك ونسميه مثلا جوينت 1 أنا كل اللي هعمله ببساطة هعمل تو جوينتس أو آه يا تو بليتس يعني عشان احط ايه نحط م... نوصلهم بايه بمسمار اقول تو بوينت سنتر مثلا مية ميلي في ميلي واعمل بعمل اكسترود مثلا خمسة وعشرين اقول ممكن نديها اللون عشان بس ايه نفرق عن البارت التاني لايت ريد مثلا نعمل نيو بارت برضو مية في مية اكسترود خمسة وعشرين ميلي نفس السيكنس برضو تقريبا شبه أعتقد أول مسألة عندكم في ال في الشيت بتاع الفاسنر كان غالبا نفس السيكنس البليت ليها لون مختلف وليكن مثلا مثلا ونسميه join 2 عملنا تو بارت نعمل فايل assembly بقى نعمل نيو assembly فايل لو ستاندرد اول بليس اختار جوين 2 وادوس رايت كليك place grounded إت اوريجين واجيب جوينت 1 احطها في اي مكان ووصلهم بايه بكونسترينز أه مين فيكم اتعامل قبل كده بالجوينت كونسترين اللي هو ده. بدل الكونسترين العادي في انفنتور جنب كونسترين حاسمها جوينت حد استخدمها قبل كده ايوه طب كويس دي ببساطه ممكن سهل شوية إيه الـ connections لو أنت إيه اخترت الـ ال الـ, 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 الـ point صح بمعنى أنا اختار الـ center الـ اللي تحت ده أهو اللي هي الـ point دي مع نفس الـ center المقابل ليه في الـ part التاني already عمل define now إيه rigid يعني هو يعني automatic عرف إن الـ point دي على الـ point دي وخلاص هخليها rigid إيه ممكن تخليها rotational براحتك ممكن تخليها سلايدر يعني لحد ما في ايه اسهل شويه من ايه الكونسين او طريقه تانية الاثنين طبعا ايه صح انا المهم ادوس ابلاي كده تو بارتس ايه توصلوا ايه ببعض تو بليت سيكنس 25 مللي ممكن نعمل فيو عشان بس تبقى اوضح شويه ماشي اهم حاجه وانت شغال سيف على طول عشان ما يحصلش كراش في النص طيب ازاي بقى نعمل مسمار نحط مسمار ااا آه. الجوان كامله بقى مسمار ووشر ونط عندي كذا طريقه اول طريقه الطريقه التقليديه هاجي على جنب هنا كده بليز فروم كونتنت سنتر افتح لي اللايبراري اللي فيها كل الستاندرد بارت اللي نازله وانت بتسطب ايه انفنتور. هتلاقي عندك فاستنر فيتشر اي دي اف مولد اذر اه بارت منها او رينج مثلا وبلاجز وسيلينج شافت بارت بيرنج سناب رينج كي لوك نوت اه شيت ميتال تيوب تشانل يعني في كل حاجه. انا عايز فاستنر اول حاجه عايزها مسمار ودي انواع المسامير ايه اللي عندنا طبعا انت ممكن تفتح مسمار مسمار وت... وتشوف اللي فيه يعني هنا في كل حاجه في كاونتر سانك هيجز هيد هيجز هيد فلانج راوندد هيد سيت سكرو سوكت هيد اللي هو اللي بتاع الان كي سكوير هيد كل دي انواع اللي إيه المسامير حتى لو فتحت كل واحد فيهم هتلاقي يعني ايه في عيله جوه مثلا Stud دي انواع الاستات حسب الستاندر شغال بيه أه عندك مثلا السوكت هيد اللي هو الالن بولت الان كي اللي هو سواء بقى كان فيليبس او اللي هو العاده او الصليبه او اللي هو الهكزاجونال الهكز هيد اللي احنا عارفينه اللي هو الهكساجونال العادي أه ممكن ندور في المسمار اللي انت عايزه بس طبعا الافضل ده يعني هيوفر هيوفر لك وقت لو انت مثلا عايز تعمل تشيك لكالكوليشنز انت اوريدي عاملها مثلا في شيت او بروجكت فانت مثلا نزلت مثلا في بروجكت عارف انه عندي المسامير دي دي الافيلبل دايمنشن والافيلبل ماتيريال والافيلبل ايه سبلاير عرفت الكود بتاعها ده مثلا دين كذا دين 900 وكذا بكل بساطه هتيجي هنا في السيرش هنا حتى من غير ما تبقى واقف عند اي حته يعني في السيرش من فوق تكتب دن 960 دوس سيرش طلع مسمار ايه اللي انا عارفه ستاندرد او اللي انا شاريته او او الموجود افيلبل في السوق ما بالمناسبه يعني خلي بالكوا دي برضو نقطه في المشروع قدام انت ممكن تعمل ديزاين حلو جدا وفي كل حاجه مظبوطه وكالكليشنز مظبوطه بس تيجي تنفذها على ارض الواقع في ليميتيشنز يا الا هتبقى غاليه قوي كتصنيع يعني يبقى مكلف او مش موجوده انت لازم في الديزاين تبقى انت بتعمل ديزاين فور مانيفاكتشرنج انا بشوف ايه اللي افيلبل موجود في الورك في السوق في المحلات هل موجود ولا لا لقيت ده موجود عندي اهو اختاره دوس دبل كليك هيظهر لي كده بريفيو لي دوس كليك تاني بالليفت ماوس هيطلع لي ايه الويندو دي انا عايز المسمار ام كام انا عايز المسمار اعتقد ام 12 في واحد وربع وده شبه الايه شبه اللي هو اول مساله في الشيت ام 12 في واحد وربع الطول بتاعه كان سبعين ام 12 بعد ربع في 70 طب لو انت اخترت ام 12 بعد ربع والطول 70 ااا اه. بالمناسبة أنت عايز بقى أقول لكم برضه نوت هنا كان في نوت موجودة في الشيت معرفش أنتوا فاكرينها ولا إيه اه. المسامير اللي بعد دايمنشن معين تبقى بتمشي بستيب فايف كطول مسمار فاكرين النوت دي في الشيت؟ وبعد رينج معين نمشي ستيب 10 هي دي موجوده هنا يعني يعني في حتى كمان ديفايند فين في انفنتور نفسه ف ام 12 في بعض ربع في 70 هاجي عند التيبل فيو اللي هو اللي جنب سيلكت ممكن اكبر دي شويه ده موجود فيه كل الداتا اللي انا عايزها على المسمار بتاعي ام 12 نومينال دايمتر نومينال لينس 70 ثريد لينس 30 مين فاكر ثريد لينس كان ليها رمز حطوه في الشيت سفيد لينس كان رمزه ايه مين بي. فاكر بي معلش ما سمعتكش مظبوط صح بي ويتس اكروس فلات كان رمزه ايه اس اس صح كده الاس هنا ب 19 طب انت لو فتحت الستاندر بتاعك ممكن يبقى 19 ماشي مشكله هو كل كل مصنع بيصنعه بالدايمنشن اللي هو عايزه فهي ويتس اكروس فلات بكام ب 19 الهيد هايت ارتفاع هيد بتاعت النات الريديس اللي موجود في المسمار اه، شولدر ديامتر يعني فيه كل الداتا اللي انت ايه ممكن تحتاجها ويتس اكروس كورنر كمان موجود شانك ديامتر ليه في شانك ديامتر لان يعني المسمار ده فيه جزء سوليد وجزء ثريد فبرضه 12 وكل الداتا لو انت عايزها ايه موجوده وطبعا البيتش 1.2 الستريد اوبن انجل اللي هي البي... البيتا 2 بيتا ب 60 البيتا ب 30 وده خلاص اللي هو 6 جي اللي هو تصنع ايه اللي هو التولرانس ال... 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 يعني طيب اول اوكي ابلاي وتحطه ايه في الايه اقفل دي ادي آه المسمار بتاعي طيب بكده حطينا مسمار طيب نفس الكلام هطبقه فين لو انت جيت هنا في الفاستنرز ودخلت في النوت الهيجز نوت هتلاقي كل دي انواع نوت انا اخترت مثلا نوع نوت وليكن ايزو اللي اخترتها عشان انا عملت سيرفي كده سريع لما نزلت المحلات ادور ده ايه الحاجات اللي عندي انا ممكن تبقى في حاجات في انفنتور بس ممكن تبقاش موجوده في مصر وده وارد يعني ده الكود بتاع النط ودوس سيرش هيطلع لي ايه النط ايه دي اللي هي ايزو سته سبعه اربعه دبل كليك في بقى حالتين هنا ممكن اجي هنا على المسمار واقف عليه شفتوا اللي حصل انا كده واقف بره اهو لي علامه استفهام هحطه فين في فيتشر بقى في انفنتور حلوه لو انا خدت النوت دي دراج على الثريد بتاع البولت هو اوتوماتيكلي هيديتكت دايمتر ومسمار والبيتش بتاعته اهي انا انا ما اخترتش حاجه لسه انا مجرد بس جبتها دراج من الـ من الكونتنت سنتر لما اقف على ده هيختار ايه ام 12 في واحد وربع فهو اوتوماتيكلي عارف الدايمتر وعارف بيتش المسمار وادوس ايه كليك وابلاي ادي النط ايه بتاعتي ونفس الكلام برضو لو انت عايز نائدت او شينج سايز لو عايزين نعرف بقى الداتا بتاعتها نفس الكلام التابل فيو دي كل معلومات ايه المسمار ويتش اكروس كورنر الهيد هايت كل الداتا على ايه برضو على نط ايه افيلبل ايه عندي طبعا وانت بتختار نوت مع بولت لازم تتاكد ان الاثنين نفس ايه نفس البيتش لان ام 12 ما فيهوش واحد وربع بس فيها اسمها كورس ثريد وفاين ثريد سمعتوا المصطلح ده قبل كده حتى بيسموه بالعربي او في اللغه دي يعني في السوق او الورش خشن وناعم سن خشن وناعم خشن اللي هو كورس اللي هو البيتش كبيره ناعم يعني فاين يعني البيتش صغيرة فتأكدوا إن طبعا بيتش إيه أكيد إيه منطبقة دوس أوكي خلاص طيب عايز أجيب برضو آه وشر نفس الكلام بليس فروم كونتنت سنتر هقف كده عند اختار ووشر بلين وشر طبعا كل دي أنواع وشر طبعا أختار البلين وشر وأكتب الكود ايزو سبعين واحد وتسعين سبعين واحد وتسعين وبرضه هو اختار لي اوتوماتيكلي لان انا بره كده بيقول لي علامه استفهام هو مش عارف احطها فين لكن لما وقفت على الايه على الـ على الجسم المسمار عارفها واقول له ابلاي ادي النوت ايه بتاعت ال وطبعا واضح جدا ان في كليرنس يعني ها طبعا البرنامج ذكي عارف ان لازم الوشتر تبقى اوسع ايه من المسمار فهنا ما اختارليش وشر الانترنال من جوه 12 لان ده مش منطقي لازم الوشر اوسع فدي طبعا معلومه انفنتور عارفها وبيطبقها ايه اوتوماتيك ان هيجيب وشر اه لام 12 بس اكيد الانترنال دامتر ايه اكبر رايت كليك اوبن لو عايزين تعرفوا الداتا بتاعتها ممكن تعمل انسبكت ادي الاوتر بتاعها 24 مللي الانر ثلاثة أعتقد كان الـ اللي اللي اسمه إيه إيه في الجدول كان 14 اللي هو الـ اللي هو هو اللي كان عندكم في الـ في كان اللي انتوا حليتوا بيه في الشيت بس طبعا إيه في كذا ستاندر زي ما قلنا كام اتنين ونص إيه ونص نقفل دي دي اول طريقه ممكن اعملها فين احط بيها ايه ال 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 ستاندرد بارت ويب تو طيب ايه اللي يتبقى تفتكروا ايه اللي يتبقى عشان احط الحاجات دي هنا في خطوه ناقصه كده الهول نفسه الهول نفسه صح ال ال اللي انا عامله ده انا كده هعمل ثرو ولا تاب بولت ثرو اكيد سرو طب لو انا نط... نط دي شلتها بره كده بعيد وشلت الوشر دي بعيد مش نفس المسمار ممكن يبقى تاب اه اه ولا لا اه اه ممكن ممكن يبقى التاب والتاب والسرو والاثنين نفس المسمار ونفس كل حاجه حسب هركبه ازاي ده اسمه ثرو اسمه تاب عشان بس ايه ما فيش حاجه في لما تنزل تشتري المسمار ده, ده مسمار عايز ثرو بولت او تاب بولت الكلمه ملهاش معنى لان هو المسمار واحد انت هتركبه ازاي بقى اسمه ايه تاب او ايه او ثرو طيب الاستاد بالعربي او لو نزلتوا تشتروه بالمناسبة حسب هتنزل تشتري منين فالمصطلح هتقوله انجلش او عربي عشان بس ايه تبقى لو سمعتوا المصطلح بالعربي طب انتوا عارفينه الاستاد بالعربي حد عارف اسمه ايه؟ سمار الاستاد جوي صح كده عشان يعني ايه لما تنزلوا وتشتروا الحاجات تبقى المصطلحات ايه؟ هتسمعوها هتسمعها كتير اوي في الورش والمحلات يعني طيب نعمل هول نيجي نعمل هول بتاعتنا نعمل هول ازاي عندي كام طريقه اعمل بيها هول اول حاجه هعمل هول اختار ايه ال ممكن اعملها هنا اصلا على طول على طول اعمل هول هنا وخلاص اختار هول واحطها هنا وهقول نوع الهول سيمبل هول طبعا عندي سيمبل هول وعندي كليرنس هول وعندي تاب هول كاونتر تيبر وعندي كاونتر بور سبوت فيس كاونتر سين كل دي انواع ستاندرد فين انا عايز ادخل عاديه وعايز تبقى ثرو هول قطرها 14 اهم حاجه اختار بوزيشن يكون من هنا من هنا ايه مثلا خمسة وعشرين ملي ومن هنا خمسة وعشرين ملي شوف كده عملها اه فتح السرو هول اهي نجمع بقى البارت بتاعنا هاجي عند كونسترين سنتر لاين المسمار مع سنتر لاين الهول Apply. بس اعتقد طب ثانية واحدة عشان بس انا ممكن نعمل في روتيت ماشي ثانية واحدة نعمل ريليشن شيب مثلا انا بس قلبت بس العدله بعدين كونسترين اه انتوا عارفين اللي في حسبه المسمار لو انا بحسب الانفلونس كون اللي هو التاثير بتاع عشان احسب الانفلونس كون واحسب السي جي اللي هي الجوينت ستيفنس كنا دايما بنرسم دايره اللي الاكروس فلات اللي هي المسافة دي يبقى في دايرة كده من تحت هي دي الدايرة يعني ال... بيعمل كونتاكت مع الجسم مش الهج... الهيجزاجون ده في دايرة حسب بقى طبعا المصنع يعني بتبقى رفيعة قوي أو إيه كبير شوية زي هنا فالكونتاكت اللي مع الجسم مش شكل هيجزاجونال هو إيه لو الكروس فلات اللي هي إيه التانجنت سيركل دي فاختار الفيس ده يعمل ميت مع ايه السطح ده كده بالمنظر ده نفس الكلام طبعا اللي انا اخترته ان انا اختار نفس دايمنشن النات والوشر لمسمار سهل ان هو already عمل اوتوماتيك كونسترين للسنتر لاين انا حتى دي مش عارفه حركة شمال ويمين هي بس ايه بتلف كاروتيت وبت سيلز تحت مش اكتر يعني هعمل كونسين الوشر على السطح ده والنط نفس الكلام في النط اهي في اللي هي الكروس فلات اللي هي السيركل دي هتلمس الوشر أبلاي طبعا لو اتأكد إن أنا حساباتي صح لازم المسمار يعدي النط ما ينفعش أعمل كونكشن المسمار داخل جوه النط كده طب غلط في حد كان رافع إيده أو حاجة ده ماشي, مش ماشي. دي الكونكشن ايه بتاعتي طب عايز أبص عليها من جوه أخد كروس سكشن أعرف بلان بلان ده يخش جوه نيجاتيف 25 اللي هو بعد السنتر لاين المسمار واجي لفيو اعمل هاف سيكشن على البلان ده وده الشكل ايه بتاعي ممكن اعمل تكتشر اوف عشان بس ما بينش القطع هنا والورك بين اعمل له ايه هايت ده الشكل ايه بتاعي طبعا باين هنا ال 14 الـ A. اللي هو الايه الكليرنس اللي بينهم مسمار وبين ده والوشر ووشر اضيق سنه 13.5 مش 14 فده الفرق الصغير اللي بين الوشر والجسم ودي ايه النط طبعا عندك اوبشن ان ما تعملش كات في الستاندرد بارت فتيجي هنا عند تولز ابلكيشن اوبشنز عند ال assembly في عندك هتلاقي تشيك بوكس على سيكشن اول بارتس يعمل لها انشيك فده مش هيخلي كل بارتس يعمل لها سيكشن عادة الحاجات الستاندرد مش هيقطعها دوس ابلاي هتلاقي البارتات مقطوعة اللي هو ال تو بليتس لكن الستاندرد بارت اللي هو المسمار والوشر والنط مش مقطوعين طيب دي أول طريقة عن بيها إيه؟ بولت كونكشن دي الطريقه المانيوال هي الستاندر ازاي احط ايه بولت كونكشن نفس الكلام بقى ستاد تاب اذا التاب هتعمل الجسم التاني في ثريد والستاد نفس ايه الكونسبت كله تعمله ايه مانيوالي انت اللي ايه بتعمله طيب آه في حاجه مختلفه عايزين نتعلمها مع بعض افضل من كده هعمل نفس اللي دلوقتي بلس هعمل تشيك على الكالكوليشنز بتاعتي على الستاتيك والديناميك سترينث للمسمار هسيب المسمار ده زي ما هو هشيله هعمل بس الفيو ان فيو اهو وهعمل مسمار جنبه هعمل بولت كونكشن جنبه بالظبط هستفيد منها هحط نفس البارتات دي بلس كالكوليشنز ستاتيك وديناميك هعملها ازاي؟ أول حاجة لغاية دلوقتي في سؤال عشان بس قبل ما نكمل في حاجات الجديدة في سؤال لغاية هنا؟ في حاجة مش واضحة ونعيشها عشان أنا ممكن أعمل هول أول المثمر الهول الأول وأختار المسمار بعد كده مجرد ما أحط الهول هو هي يعني هياخد مقاسها ولا؟ نعم لا مش شرط ممكن يديك كذا أوبشن بس أنت يعني إن كليرنس هول مختلفة أه مش شرط يعمل كده جرب جربها وشوف جربها وشوف ممكن يديك اوبشن او اتنين بس مش شرط يبقى حاجه واحده تمام على دليل على كده لو جينا فيو اقول لك انا كلامي مع قصدي عشان بس تفهمني كويس لو جيت على اف سيكشن هنرجع بس التول اللي هو السيكشن اول بارت الوشر دي انترنالي 13.5 والهول 14 طب ممكن اعمل هول 13.5 هل غلط؟ لا مش غلط. يعني لو عملت تو بارتس دول الدريلد drilled hole 13.5 صح والمسمار هيركب مفيش مشكلة. طب انت فاهم قصدي ايه؟ اه بس لكن عادي ممكن عادي ممكن يديك ريكومنديشن إن, إن, ان انت الهول دي مثلا 13.5 او 13 او 14 فانت المسمار اللي انت هتحطه تقريبا يبقى ام 12 بس تمام آه. ايه تاني اسئله يا شباب قبل ما نكمل بس في الجزء الجديد حد عنده سؤال <applause> ايوه سامعك لا تمام, تمام. تمام تمام ماشي نيجي بقى للجزء ايه جديد او الجزء اللي مش تقليدي ده جزء تقليدي عادي بتاع اي اسامبلي طب هتيجي عند تاب الديزاين حاجه اسمها بولت كونكشن الديزاين تاب ده جنب الـ جنب الاسامبل تاب كل دول احنا هنحاول على قد ما نقدر التوبكس اللي مشروحه في المحاضره والسيكشن هنحاول نغطيها في الديزاين تاب ده عا مثلا بولت كونكشن هناخد شفت اناليسز هيبقى عندي شفت عندي انواع تروس عندي سبير جير جوه الهيليكال وعندي الورم جير وعندي البيفل جير عندي البيرنج تاخدوه قدام عندي الفي بيلت هتاخدوه قدام برضو عندي الكي كالكوليشنز وفي ده طبعا حاجات كتير او في بقى السبرنجز والديسك كام يعني في كذا حاجه ايه ممكن ما ناخدهاش في ممكن ما ناخدهاش في الكلية برضه موجودة ايه عندنا كديزاين طيب أول حاجة وأنت بتفكر فيها في الديزاين تاب عشان ما تنساهاش إن الديزاين تاب ده مختلف عن الاسامبل تاب إنه بيعمل أسامبلي للكونكشن أنا عايزها أو ديزاين يعني بيعملها فعلا يعني هيعمل م... هيعمل لي مسمار ووشر ونط بلس كالكوليشنز عشان كده اسمه ديزاين مش اسمبل هفتح البورتد كونكشن هلاقي عندي 3 تابز جوه الويندو دي ديزاين تاب كالكوليشنز تاب ولما اجي ادوس على الفاتيك كالكوليشن مش هعرف اخش عليها ليه عشان هاجي على اليمين كده في زي بوتن كده تعمل اون اوف انيبل ديزابل للفاتيك كالكوليشن اول لما ادوس عليه اون تعرف تفتح الايه الفاتيك كالكوليشن ولو تفتكروا التو 2 ويندو دول شفناهم في ال في السلايدز أظن دي static analysis ودي ايه؟ الدايناميك dynamic ايه analysis طيب واحدة واحدة مع بعض الديزاين design tab تاب design tab بختار نوع المسمار بتاعي طب ايه الأنواع الـ available عندي؟ يعني عندي 2 part through ثرو all connection type أنت حتى ممكن تقف عليها بالماوس بس يعني تدراج الماوس تقف عليها هتلاقي كده زي description البرنامج بيشرح لك وبيعمل ايه all holes are drilled دقرناها مع بعض بسرعة all holes are drilled through a hole material ده طبعا يتفق مع ايه مع صلو بولت تاني واحد blind connection type the last hole is blind يعني تاني joint في thread ده يمشي مع ايه مع tab بولت طيب يمشي مع التاب طبعا يمشي ايه مع ال مع الاستاد طب ده الثرو هول انا هختار اللي عشان هعمل واحد زي أخو ده بالظبط اول حاجه عندي بليسمنت يعني ايه بليسمنت هحطه ازاي هحطه لينير هعرف تو ايدج بعده من تو ايدج زي ما عرفت مكان الهول بتاعت المسمار ده كونسنتريك لو انا في بوينت او ارك هو نفس سنتر الارك اون بوينت انا عامل بوينت سكتش واحطه على البوينت دي او باي هول انا عامل هول في البارت نفسه فالاربعه يمشوا انا هنا ما عنديش ولا ولا ارك او فيلت اخد له السنتر ولا عامل سكتش بوينت ولا عندي هول انا عندي ايه لينير انا هعرف لينير حاجه اسمها ستارت بلين فين البلين اللي في هبتدي بيه طبعا اللي هو فوق ده اول جسم ستارت بلين ده ده البلين اللي هيد المسمار هتبقى نايمة عليه اللي هو ده وحتى معلمه بالازرق كده دي بداية الكونكشن بتاعتي لينير ايدج 1 اختار مثلا دي والبعد بتاعه وعشرين. لينير ايدج 2 بعده من ايدج تاني عشان لو عرفتوا من بعدين كده حددت السنتر كلمة ترمينيشن هو البلان اللي بيقف عليه ال uh, البولت كونكشن اللي هو فين تحت ده هلاقي اوتوماتيك uh, عمل... ايه عمل لي بريفيو للتو دريد هول في البارت شكل كده بس يعني ايه مجسم لشكل الهول اتاكد ان انا بتاع الجسم بتاعي ايزومتريك بروفايل ون الدايمتر كام؟ 12 ده الدايمتر بتاع الايه؟ مسمار او الهول اللي هو عامله لغايه لغايه هنا الدنيا واضحه دمشن. تمام تمام قبل ما اختار الفاسنر هلاقي عندي حاجتين ايزو دريلد هول وايزو دريلد هول ليه عندي تو هول لان انا عندي تو بارت فكل بارت عمل هول طب هل عندي أنواع هول غير دي؟ اه عندي كتير أوي لو دوست على السهم اللي هو اللي من الجنب ده اللي هو ده هتلاقي عندك كل أنواع الستاندرد بالهول بتاعتها سوكت هيد كاونتر بور كاونتر سينك كل حاجة كل شركة أو كل ستاندرد بالأبعاد الهول بتاعته لو اخترت مثلا ايزو عندي عندك كاونتر سنك وعندي عندي كاونتر ايه بور انا هختار ايزو دريل هول عاديه هاجي عند اللي هو البوتن اللي هو فيه 3 دوت ده وادوس عليه هيقول لي تايب الهول عايز اعمل موديفاي للهول لو دوست كلوز هيختار الدايامتر دريفن يعني ايه دريفن هو معرف عنده لو انا اخترت تايب هول كلوز هو هيختار فاليو 13 انا مش هينفع اغيرها دي حاجه ستاندرد لما اقول كلوز هول بالنسبه لمسمار ام 12 يبقى دايمتر الهول دي 13 دي حاجه ستاندرد في عالميا طب لو انا اخترتها نورمال 13.5 طب لوز 15 فاضل يعني 14 دي اللي عندنا في الستاندرد مش موجوده وفي في كاستم اختار اللي انا عايزه والثريدت هتبقى ايه ام 12 يعني هيعملها يخليها ثريد طبعا كاستم فتح لي الاوبشن انا اغير بقى انا عايز اعمل هول كاست فاختار كام 14 نفس الكلام هنا حتى لو عملت زوم ان هتلاقي ده 14 ده 13 ونص طبعا هغيرها خليها كام كاستم 14 ينطبقوا على بعض كده طيب نيجي بقى نختار الفصل هتلاقي من فوق كده فوق خالص فوق ال تو دريلد هول كليك تو اد فاستنر كليك تو اد مش هتعمل كليك على الهول كليك تو اد هي نفسها بطن يعني هو هي هي هو نفسه حاجه هتدوس عليها فهدوس على الكلمه دي هسيبه يحمل شويه هو بيحمل الكونتنت سنتر كلها فيمكن اول مره تبقى بطيئه شويه هختار ايزو هختار دين انا قلنا هشتغل دين وهنزل لغايه لما اختار ايه انا اخترت دين 960 اهو على الشمال اهو دين 960 هنزل لغايه لما الاقيه دين 960 أنا أختار بس hex head bolt. تمام. دينتو 560. وعمل لي preview لإيه؟ لشكل المسمار. وأختار طوله M12 في 1/4 في 55. عندي two option M12 في 1/4 وM12 في 1/2. أنا أختار 1/4 زي ما هو زي اللي أنا عامله اللي هو المسمار اللي جنبه ده. كان قيمة 12 واحد وربع طب ليه اختاروا 55 وليه اختار اوتوماتيك 55 بالمناسبة عن لو جيت هنا عند اللينز انا ممكن اغير الطول اخليه ام, إم... لو انا عملت دراج هنا في اللينز ده 50 ده 45 هو اوتوماتيك اختار 55 ليه اختار اوتوماتيك 55 لان لازم المسمار يعدي تو جوينت طيب الاوبشن بقى اللي بعد كده انا ممكن ادوس فوق برضو كليك تو اد فاصنر طب انا كليك تو اد فاسنر هدول هيضيف فاصنر ازاي مع طبيعي حط مسمار يعني هو ليه سايب الاوبشن ده لغايه دلوقتي انا مش شايف حط مسمارين على بعض لو دوست كليك تو اد فاصنر تاني تحت المسمار هيفهم اوتوماتيك ان انت عايز تحط ووشر تحت المسمار لان اكيد مش منطقي مش هتحط مسمارين مسمارين على بعض اكيد اكيد معنى يعني هو منك ايه هتحط ووشر تحت راس المسمار طبعا احنا مش هنعمل كده ده نيجي تحت الهول الثانيه هدوس كليك تو اد فاستر واحط هنا ايه الوشر بتاعتي الوشر بتاعتي كانت ايزو 7 ايزو لا انا جايب الايزو اهي ايزو 7 70 91 اهي لي بريفيو للشكل الوشر لو دوست كليك تو اد فاسنر اديك بقى هنا تو اوبشن عايز تحط نط ولا وشر انت ممكن تحط اتنين وشر او نوعين وشر تحط مثلا سبرينج وشر تاخد تشيلي الفايبريشن اللي هي مقسومه نصين دي في وشر تلاقيها من نص مقسومه من ناحيه واحده دي بستخدمها عشان الفايبريشن اقللها او احط هنا نط انا هقول له نط واختار طبعا لما جيت في الايزو اختار لي انواع النط دي ليه اختار انواع النط دي لان انواع النط دي هي اللي تنطبق عليها الام 12 في واحد هتلاقي كده من تحت مكتوب ايه هيكزاك النط ستايل 2 ويز مترك فاين بيتش ثريد انا بقرا الجمله اللي انا ماشي بيها بالماوس دلوقتي ليه <تركوا> فاين بيتشز قلت لكم في فاين وكورس اللي هو ناعم وخشن لان ده ام 12 في 1 وربع ده فاين ام 12 في 1.75 ده كورس كورس ايه كورس بيتش انا كنا مختارين مانيولي مع بعض ايزو 8.6.7.4 6 7 4 اللي هو ده و ديتكت ايه البيتش ام 12 في 1 وربع طيب الطول اللي اللينس ده مش هينفع بتاع المسمار اكيد المنظر ده مش صح ما ينفعش المسمار يبقى فين في النط لازم يعدي ادي مثلا في خمسه وخمسين مش نافع في ستين مش نافع في خمسه وستين على الحرف وده مش Recommended لازم يعدي شويه ايه اول واحد ينفع في سبعين ده نفس الطول اللي انتوا حسبتوه في السكشن ان اول مسمار افيلبل عندي اللي هو ايه ام 12 في كام في السبعين 70 اتول اهو جاي يعني الستاندر اللي موجود فين في انفنتور كده انا اخترت كل ايه كل حاجه ايه عندي مسمار والوشر والنط هدوس ابلاي كانسل الاقيه حط التلاتة بارت في نفس الوقت انا اخترتهم من نفس الويندو تعالى اشيك ان هما حطوهم فعلا وعمل هول اجي فيو هاف سكشن فيو واختار ايه ورك بلين انا عايز أوركي. انا عايز واحد تاني بقى هعرف بلين جديد اللي هو بلين ده واقول لا ما في خمسة وعشرين وأقول له بس أول اعمل لي هاف سيكشن هنا طيب المنظر اللي قدامي ده حد عارف يفرق الشمال واليمين؟ مين فيهم اتعمل بالاكسلريتور؟ شباب المنظر ده اسمه ديزاين اكسلريتور من اسمه بيسرع عمليه ايه ديزاين انا من تاب واحد اخترت التلاتة كونكشن وعملت الهول كمان لا لا تعمل هول في البارتات ولا احتاج تخش ثلاث مرات على الكونتنت سنتر اختار الفاسنر بالمقاس بتاعه تعمل كل ده مره واحده اسمه ديزاين اكسلريتور حد عارف الفرق بين الشمال واليمين في حاجه ولا زي بعض لا زي بعض ودي اول استفاده ايه من الزن اكسلريتور تسرع عمليه الديزاين طيب ندوس بقى على المسمار انا اخترته رايت right كليك هتلاقي هنا حاجه غريبه اديت using ديزاين اكسلريتور لو انت جيت على المسمار العادي اللي جبته ككومبوننت دوس رايت كليك مش هتلاقي الحته دي هتلاقي change سايز او replace from content سنتر لكن لو جيت على ديزاين اكسلريتور اللي هو ده بوست رايت كليك في برده تشينج سايز وريبليس فروم كونتنت سنتر وهتلاقي كمان ايه اديت يوزنج ديزاين ايه اكسلريتور دوس بقى على ده ونخش في مرحله الايه كالكوليشنز طيب في الكالكوليشنز عندي تايب اوف سترينث كالكوليشن عندي كام حاجه بولت دايمتر ديزاين هو يعمل ديزاين للبولت دايمتر نمبر اوف بولت نمبر اوف بولتس عدد المسامير بولت ماتيريال تشيك كالكوليشنز كل دي حاجات افيلابل انفنتور ممكن نحسبها لك احنا نعمل تشيك كالكوليشن وانا هنبتدي بقى مع بعض واحد واحده ايه نفهم المكتوب ده عشان ايه نعرف نستخدمه بطريقه ايه مظبوطه اول حاجه اللود اللي عندي لازم اعرفه ماكسيمال اكسيال فورس وماكسيمال اكسي تانجنت فورس الفرق وهل الماكسيمم axial فورس دي هي دي الاف ماكسيمم بتاعه المسمار دي حاجه تانيه ايه رايكم على <applause> ماكس اعتقد هي الماكسيمال اكسل فورس طيب عشان بس دي اول حاجه يمكن نطلع نتلغى فيها شويه مع بعض بس ايه محتاجين نفهمها كويس شايفين الهيل بوتن اللي تحت ده ندوس عليه هيطلع صفحه الهيل بتاعت ايه؟ انفنتور طيب ده مهم جدا نقراه قبل ما استخدم الديزاين في اي كالكوليشنز ليه؟ لان هنشوف مع بعض دلوقتي انفنتور فيه بعض الحاجات شغال بيها بسيري مختلف عن شغالين بيها في الكليه لازم أفهم كويس قوي الكلمة بتاعت دي مقصود بيها إيه طيب اللود هنا هو maximum axial force specify the value of maximum operating force يعني إيه بقى الكلام ده؟ نفس الكلام في التانجنت tangent specify maximum operating tangent force الاتنين دول على بعض هيتفهمو إزاي؟ ايه اعلى ستريس جا اعلى فورس جت عندي يا يعني بتاكت كنورمال او شير يعني بي اكسترنال از دايركت نورمال او دايركت شير ده اللي هو ده قصده بيه الاكسيال فورس طب ليه maximum؟ ليه مكتوب ماكسيمم تفتكروا ليه ليه كاتب ليه كاتب كلمه maximum؟ لو هنا كده، بس تفهموا انفنتور قصده ايه، أنا هنا, هنا. البي P external دايماً Direct Normal Direct Shear Normal Due to Bending أو شير ديو تو فور لو رجعنا المثال ده الاكزامبل ده لو باور سكرو بيضغط بفورس بي على فور بيس فالبي ردة لفور رياكشن فالبي دي هتعمل دايركت نورمال وهتعمل ايه بيندنج هو انا انفنتور هيفهم اللود بتاعي ازاي ان انفنتور انفنتور كبرنامج هيفهم المساله دي ازاي عن المساله دي هل انا هكتفي احط له بي دي مثلا بي دي كام 10 وبطريقتها باللود بالمنظر ده قيم القيم ال التاثير بتاعها دارك نورمال هل هاجي هاجي انفنتور حط 10 لا ليه لا ان انا عندي تاثير تاني جاي من البندنج تحول نورمال اللي هو مين ده الفورس اف انفنتور مش عارف يحسبها انا لازم احسبها يعني قبل ما نخش على انفنتور نحسب بولت كالكوليشنز او سترينث او تشيك كالكوليشنز لازم اعمل حسبه براكت اناليسز واخد الأوتكوم بتاعها اللي هو بي اكسترنال يبقى وي ماست كالكوليت بي اكسترنال بيفور Bolted Connection Analysis دي عشان دي نقطة مهمة جداً، هتعتبروها في اللاب، وهتعتبروها في الـ Project لما تيجي تعملوا الـ Calculations، Inventor مش يفهم المسألة بتاعتي. شايفها ده باور سكرو ولا عندي تورك ولا عندي شير ولا عندي التلاتة عندي نورمال وشير وبندنج مش من الكلام ده كل اللي قيمة اكسترنال لود انا هحسبها كديزاينر واديها له هنا عندي تو اوبشن اديها له بيه عندي اف اكسيال واف تانجنشال عندها اسمها جوينت فريكشن فاكتور اف بمعنى ايه؟ لو جيت هنا كده ال P external يعني هتساوي ال F axial plus ال -F -T على ال -F. ال F دي الميو هيقسم الإف F T على الميو للفريكشن تتحول اكسل وتتجمع تيل ايه؟ اللوب سامية عنده ايه؟ ماكسيمال اكسيال لود او مش او يعني حسب هو هيحسبها ال ازاي دي الطريقة اللي هيحسب بيها إيه؟ الفورس بتاعته، موجودة فين الكلام ده؟ لو فتحنا انفنتور الهيلث بتاعه كتبنا هنا بيزك كالكوليشن خصوصنا سيرش

عشان اريح نفسي هقسم التانجنتشر على الاف واحطها فين في الاف اكس عايز تعمل ما مفيش مفيش مشكله والاف لا الجوينت ايه الجوينت فريكشن ايه فاكتور طيب دي كده اول حاجه فهمتوا النقط دي كويس ايه الفرق بين اف a و اف تي وعلاقتها بالاف اللي, اللي هو الجوينت فريكشن بالقانون ده ولا حاجه مش واضحه لا آه، تمام طيب هل عندي حاجتين تاني في اللود تايتنس فاكتور وفورس انبوت فاكتور يعني ايه بقى تايتنس فاكتور نفتح الهيلب من اسمه يعني فاكتور ليه علاقه بالايه بالربط طب هو ليه ليه مختلف تايتنس فاكتور اهو with a pre-stressed pre faulted connection. The distance between materials is undesirable. to bad quality. وهكمل بقى ايه هيقول ان سيفتي فاكتور إس introduced تو prevent يعني السطح مش كويس او لاي سبب هيزود التايتس فاكتور هيحط فاكتور ايه زياده ده عباره عن ايه اسمها البساي البساي التايتس فاكتور كي ايكوال 1 بلس بساي اللي هو فاكتور الويب سايت تقريبا نص لواحد ونص وبيزد على ايه؟ على الابلكيشن ففتحنا اديشنال تايتنس فاكتور نفتحها نيو تاب كده نعمل زوم ان زوم ان فاكرين الكيرف ده؟ اكيد اكيد عدى لكم في المحاضره صح واحنا بنحسب الاف انيشال تقريبا مظبوط ده الاف انيشال جرافيكلي صح دي الاف والدلتا ال ده الونجيشن البولت دي الونجيشن الجوينت الاف ده بالمناسبه الاف دي الاف دي ده الاف بي اكسترنال اسم دلتا اف 1 اللي هي الفورس في البولت هتزود اكستنشن البولت هت... هتشده زيادة والدلتا اف 2 هتعمل ايه؟ هتعمل ريلاكسيشن للكمبريشن اللي في الجوينت عشان هتوصل اف ريزيديوال الابسلون اللي هو ال فاكتور اوف جوينت تايتنس في الاف ده الاف ريزيديوال بلس الاف كله مجموعهم ايه؟ الاف ماكسيم طب الكلام ده جابوه منين؟ نرجع كده للوورد وده انتوا المفروض خدتوه في المحاضرة، هنراجع بس سريع عشان ده مهم جدا هنا، انتوا خدتوا في المحاضرة ان ال P external عبارة عن ريشيو أو percentage من الاف F maximum صح ولا مش صح؟ أنا آسف مش P external مش ال بي اكسترنال ال ال ريزيديوال هي برسنتج من الاف اف ماكس ده عدى عليكم قبل كده السطر ده في المحاضره هو عدى بس الاف اكسترنال بدل الماكسيمم طب اقول لكم الموضوع هنا يعني جه ازاي طيب اول حاجه ايه الاف دي معناها ايه ايه الفيزيكال مينينج بتاعها يعني اصلا يعني يعني ايه فريزيديو اللي تبع ايه دي اصلا انا انا نعرف اف انيشال انا دلوقتي لو عندي مسمار نرجع للانفنتور كده بس كنسل هنا دلوقتي ادي المسمار بتاعي الو لو سمعنا الصوت فصل دلوقتي سامعينك يا باشمهندس اه من شويه النت عندي وقف مره واحده طيب سريعا بس نفتكر الكيرف اللي هو بتاع الانيشال تنشن الكيرف بتاعه ده ال الفورس ده الالونجيشن حضرتك كنت بقى بس ده ازاي باشمهندس هي الصوره ثابته ما فيش حاجه في الصوره يعني موجوده عند صوره الانفرتور اللي هو 2 بولتس اللي معمل لهم ما فصل يعني خلاص انا هعمل شير تاني كده بقى هنا انا فاتح وورد دلوقتي باينه كده انا عندي مزار لا يا لا لا لسه لسه ثانية واحدة يا طيب لا برضه لسه ايه اللي ظهر دلوقتي؟ ما فيش حاجة ظهرة في التيمز عادي شير سكرين يعني ما فيش شير سكرين؟ لا مفيش اي حاجة غريبة او نعمل تاني الهزار عنده شريك كين بيقول بقى نظرت عنده تظهر لسه مفيش حاجة؟ لا مفيش أي حاجة يا باشمهندس طب بصوا أنا هطلع بره الميتنج وأخش تاني هعمل بس إن ليف أنا دخلت تاني أهو هجرب أعمل شير تمام زار حاجة كده؟ اه دلوقتي زار اهو بيج بي ده ايوه تمام كده حلو أه طيب ادي التو اكسس بتوعي ادي السي بي بتاعتي وادي السي جي نكمل بس شوية وادي السي جي بتاعتي

ايه دي؟ بتعمل في المسمار؟ بتشد المسمار ايه؟ دلتا بولت وبتعمل في الجوينت؟ بتضغطوا ايه؟ دلتا جي صح؟ تتابعين معايا كده؟ تمام تمام مش باشمهندس حلو ايه اللي بيحصل لما يجي يحصل ايه يجي اكسترنال لود الاكسترنال لود بيعمل ايه load؟ load> في البولت جوينت بيحصل تنشن مع الاثنين بيحصل ايه بالظبط تنشن تنشن على الاثنين لا البولت جوينت تنشن على الاثنين ماشي تنشن ده يعمل ايه صح هيشد مسمار زياده يوصلوا اف ماكسيمم فلاقي المسمار بتاعي طوله ماله زاد ايه دلتا صح دلوقتي الاكسترنال لود ده مش دائم مش الاكسترنال لود زي ما انتوا عارفين من المحاضره ده tension ان بولت صح تمام حلو لما المسمار لما يجي لود يشد الجوينت على من بعض ايه اللي يحصل المسمار هيطول شويه فال اي طب اف ماكسيمم هيحصل الونجيشن زياده طب في نفس الوقت الجوينت نفسها اللي كان فيها كومبريشن مالها هيحصل لها ريلاكسيشن هتريح شويه توصل قيمة كام؟ اف ريزيديوال دي اللي هتبقى بقى عندي الجزء الصغير ده دلتا والجزء ده دلتا جي ناقص دلتا والجزء ده هيبقى ايه كله دلتا بي بلس دلتا في الوضع الطبيعي كان المسمار مشدود دلتا بي بوزيتيف طول والجوينت كومبريس دلتا جي لما جاء سرنا اللود شد البولت الكونكشن كلها فالمسمار طول زياده بقى دلتا بي بلس دلتا وقيمه الفورس وصلت كام فورس ماكسيمم اف ماكسيمم والضغط اللي كان بقيمه اف اي وعمل كومبرسن دلتا جي قل بمقدار دلتا حسنا حاجه اسمها ريلاكسيشن الضغط ريلاكسد قل فك شويه عن بعض عشان كده دي ايه مالها كريتيكال بما انها كريتيكال للي ما لو الدلتا قربت من الدلتا جي يبقى انا كده رابط مسمار وملوش لازمه هلاقي تسريب بيحصل بين الكاب وبين ال بين التو جوينت وانا المسمار راكب والنات راكبه فممكن ممكن يحصل عندي تسريب والمسمار راكب ليه عشان الدلتا عندي قربت من ايه من الدلتا جي فدايما بيعرفوا الاف Residual برسنتج من ايه من الاف ايه ماكس طيب هنفترض مع بعض هنا نيجي بقى لل طب كل ده علاقته بانفنتور هنشوف دلوقتي assume كل دي assumption هنعملها انت حسبت المسألة هيك البراكت طلعت ان البي اكسترنال اف اكسترنال بتساوي ستة الاف نيوتن وان الاف ريزيديول ثلاثين في المية من اف ماكس طيب طبعا انا من المنظر اللي قدامي ده بالمناسبة فين اف اكسترنال هنا على الجراف هي دي ده كله الاف F external دي الفورس اللي شدت المسمار زيادة F B وال F joint مالها قللت الضغط اللي في الجوينت مجموعهم ده F -External. طيب يبقى من الجراف اللي قدامي ده الـ F maximum يكول ايه؟ شيء يكول F residual Plus F external صح ولا مش صح؟ F residual بس f external equal ايه؟ maximum واضحه دي؟ طب اسمع محتاج بس تردوا عليا عشان بس اعرف أنتم متابعين معايا ولا لا؟ تمام اسمع معاك يا اه تمام حلو فبعوضة قبل الحاجات دي كلها F maximum equal to 0.3 F maximum plus F external هتثبت ان ال F external وال F maximum equal 8 تقريبا 8 5 7 1 نيوتن، ثمانية آلاف وخمسمية ايه؟ نيوتن، لان الإف أكثر ماشي ده الاف F ماكسيم وممكن تجيب اف residual بسهولة مفيش مشكلة يعني طب وبعد إيه؟, ايه علاقة ده بـ Inventor لغاية دلوقتي؟ هل انفنتور في الـ في البوكس اللي عندنا ده اللي هو ده فاهم نسبة Residual Force من الم... من ده انا مثلا ولا. ديزاينر والمسمار ده في بريشر فيسل انا عايز اخلي الريزيديوال نص الماكسيمم عشان بريشر فيسل خطر في حياه ناس والضغط قوة الضغط في جوه الفيسل عالي قوي طب واحد تاني بيعمل مسمار في كرسي كرسي يخلي كام مثلا 20% 30% في المية ماكسيمم يعني طب ما في الحالتين هيحط نفس الاكسيرنال لود انفنتور هيفهم الفرق السيفت ده منين اكيد في حاجه هنا انا احطها اثبت بيها ايه الحته دي ده ايه التايتنس فاكتور هرجع بقى للجراف بتاع انفنتور اللي دي الحته دي ابساي اف زائد اف ايكوال اف ماكسيمم لما انا معايا اف اف اكسترنال 6000 وحسبت f ماكسيمم دلوقتي بيزد على الايه على البرسنتج اللي انا عارفها كديزاينر هقدر احسب مين بصاي فاقول حطهم جنب بعض كده قول 8000 571 ماينس الاف اكسترنال يبقى بعمل اف ماكسيمم ماينس اف اكسترنال ل 6000 على 6000 اديني كام يبقى من القانون اللي موجود في انفنتور حسب ما انفنتور معرفها ده ده تعريف انفنتور ان البساي دي هتساوي اف ماكسيمم ماينس اف ده اف اكسترنال يعني على اف اكسترنال تطلع 0.4285 من شويه كنا معرفين ايه لو لو رجعنا بقى لدي رجعنا ريسيت راحنا دي التايتنس فاكتور K اتعرف ازاي 1 فانا احط ال K يبقى هعمل بلس 1 يبقى ال K عندي بكام ال K عندي نقرا بس new page بس دلوقتي بس هفتح لكم بس بنت بسرعه طيب لو كملنا على ده الك K هتساوي 1 بلاس بساي تبقى 1.4285 الرقم ده بقى هاخده واحطه فين انفنتور حطه هنا 1.4285 كده انفنتور فهم من الرقم ده ان انا اخترت وحط هنا كام الماكسيم اكسيال 6000 ما عنديش تنجيش انا حتى لو عندي حاولتها اكسيال يبقى الاف اكسرنا 6000 الفاكتور ده كي انكلودد برسنتج الريزيديوال من الماكسيمم بيزد على الديزاين بتاعي كده انفنتور فاهم ان قصدي ايه في الموضوع ده كوفيشن تو فريكشن مش هيفرق معايا حاجة, حاجه حاجه هنا لان انا كده كده ايه مش حاطط اف ايه تي بس أنا خليها برضو 0.2 ريكوارد سيفتي فاكتور في الكالكوليشن نخليه 2 براحة نخليه 3 يعني ايه حسب الديزاين يعني كده خلصنا من اول ايه جزء معاه حاسمها فورس انبوت فاكتور فورس انبوت فاكتور هقول هقول لكم بسرعه ايه علاقته بالموضوع بس ده مش ما بنستخدموش في الكليه عندنا الانفنتور بس بيستخدمه هقوله بسرعه فايه اللي عايز يعني يدور عليه اكتر ممكن بسهوله ايه يعني الاقيه وبرده هبعت لكم برده الريفرنس ده تبصوا عليه يعني ايه فورس انبوت فاكتور طيب لو جينا الانفنتور هنا كده الرسمه اللي قدامنا دي هي الاف انيشال بتأكد ان ايه وايه انيشال تنشن في المسمار لا هي الاف اي مش بين راس المسمار وبدايه الوشر او بدايه Not اسف اللي بتحسب على الانفلونس كون صح؟ لما تيجي يعني تحسب السي بي والسي جي فين الطول اللي بتاخده تحسب عليه السي بي والسي جي؟ من راس المسمار والصامولة صح ولا مش صح؟ اه صح السي بي والسي جي السي بي والسي جي شباب ايوه تمام حلو طب مين قال ان الاف اكسترنال ان الطول ده اللي بيأكت عليه الاف اي يعني الاف اي عندي فوق بتشد والاف ايه اللي تحت في المسمار هيتشد من راس المسمار لفوق للوشر لتحت فالمسمار بيحصل له elongation زي الكيرف اللي احنا ايه رسمناه ده مين قال لك بقى ان الاف F external اللي جاية على البولت جوينت joint بتأكد في نفس الـ من تحت راسه المسمار للوشر ده external يعني external لو بصيت في الاكزامبلز دي ايه بص كده A و B ده عبارة عن pressure vessel او حاجتين مربوطين ببعض اعتبرهم pressure vessel بس ده تو design. design. designs ده تو designs تو designs لإيه للغطاء بتاع pressure vessel واحد عامله كده فيز ده واحد عامله كده تفتكروا المسمار هيشوف نفس الاكسترنال لود ولا لأ الحقيقه لا ليه لا الفورس اللي هنا جراديولي دي اللي هي على الكيرف ده لو خدت ابرز مثلا في النص فالفورس هتاكت قرب راس المسمار وبالتالي الجوينت هتاثر بالعكس لانها مربوطه بثريد ده بولت يعني فده تقريبا شبه لو قلنا مثلا هنا مثلا لو الأبرج بتاعهم هنا بدور براس ايه؟ المسمار فتحت تحت اللود لود اللي بيأكت والجوينت هنا اهي بعيدة خالص عن راس المسمار وهنا مالها؟ قريبة طب انا راس المسمار تفرق معايا في ايه يعني؟ تفرق ان الاف ايد كديفينيشن عرفتها ازاي؟ من راس التول اللي انت حذفت بيه السبرينج كونستانت اللي هو السي بي والسي جي انفنتور بيعرف حاجه اسمها ال اللي هو الفانكشنال لينز انت عم بتقسم مسمار جزئين او تقسم الجوين ثلاثه وتحسب السي بي والسي جي لو الاف External بنفس الاكشن كنفس الاريا يبقى الان هيعتبر هنا بواحد اسمها Force Input Factor ان الاكسترنال لود اثر في نفس البلينز اللي فيها الديفينيشن بتاع الايدينشال تنشن اف اي كل ما اللود بيبعد لو الاكسترنال عن راس المسمار فالحته حرفيا او في الحقيقه المشدوده كاكسترنال اقل منين؟ من ان من اف اي فاضطروا يعرفوا فاكتور جديد فاكتور جديد يضربوه في الطول هو ده ايه اللي عليه ايه الاكسيرنال لود مش على الجوينت كلها بيزد على ايه بيزد على ان راس المسمار ان اللود الاكسيرنال بعاد عن ايه راس المسمار وين external load is applied near bolt head joint diagram shows resulting alternating stress اللي هي دلتا بي اللي هي الفاريشن ده when same value external load نفس الفاليو value is applied relatively near joint center لو زي بي كده lower alternating stress results لي بي بمعنى ايه ال external load هنا متحمل على حتة صغيرة او من ال joint فهنا هحتاج في الواقع F initial عالية عشان تعوض ان ال external load متحمل فين حته صغيره لكن فوق الاكسترنال لود متحمل على حته من البولت جوينت كبيره فالاف انيشال مالها تقل انا مش هستخدم الكلام ده هنا او في الكليه بس طب انتوا ايه عارفينها معناها ايه في انفنتور علاقه الاكسترنال لود بالايه بالبلينز اللي بتاثر على ايه الطول اللي بتحسب عليه السي بي والسي جي دي على كلامي غير لما نكمل بقى الجزء اليمين ده دوس كالكوليت كده معلش هغير بس الرقم ده وهنعرف ليه قدام شايفين اف ماكسيمم دي اللي وركينج فورس اف ماكسيمم هي دي بقى الاف ماكسيمم اللي احنا بنحسب بيها الوركينج ستريس طلعت كام 8571 نيوتن نفس الرقم اللي ايه حسبناه أهو ده طلع قولي ليه؟ عشان أنا معرفله له فاكتور فاكتور اللي فيه بيرسنتج الإف ديال إيه؟ زي ما انفنتور عايز أنا أنا حسبتها وحطيتها لإيفنتور الانفنتور خدها في الكالكوليشن بتاعته الإف إنشيال كام هنا؟ 7404 هو بيحسب الإف إنشيال إيه أوتوماتيك. ليه لان هو معاه آه، سيكنس البليت معاه البولت ماتيريال فيحسب ايه السي بي والسي جي اوتوماتيك الاف في دي اسمها بري ستريس فورس اللي هي الاف انيشال لو خليت الان دي بنص بصوا اللي هيحصل يعني نص يعني الـ الفورس الاكسترنال بتاثر بعيد عن ايه حاجه زي المنظر ده الاف اكسترنال بتاثر بالنسبه للجوينت في النص فالان بنص ايه اللي متوقعه ان الاف انيشيال تزيد عشان تعوض ايه فرق ان الاكسترنال لود متحمل على نص الجوينت مش كلها لو دوست كالكليت هتلاقي ايه اللي حصل في الانيشال تنشن من آلاف لاربعمية سبعة ل 7900 لان في جزء صغير من الجوينت ماله متحمل باللود لو خليتها بقى زيرو زيرو يعني ايه بالحاله دي اللي هي الاكستريم كيس دي ان في نص الجوينت بالظبط الحاله دي مفيش مفيش فورس في البولت مفيش اصلا اللود كله اللي جاي اللود كله Initial تنشن هيشيله يعني ايه يعني قيمه الاف ماكسيمم هي نفسها قيمه الاف ايش المسمار هياخد اللود الاكسترنال كله مفيش حته في الجوينت هيحصل هتشيل جزء من اللود اللود كله راح فين في المسمار لان اللينس اللي عليه الاكسترنال لود بقى بزيرو فالمسمار هيشيل اللود كله عشان كده اعلى انيشال تنشن فين لما الان بايه بزيرو احنا هنريح نفسنا ان بواحد بس تبقوا ايه فهمتوا معناها ايه هنا طيب ادي جزء الايه اللي على الشمال بكل الكومبوننتس اللي اللي فيه نيجي بقى للجزء ده ده الجزء الاسهل اللي هو ايه بليت ماتيريال والبولت ماتيريال والحاجات دي كلها الفانكشنال لينس هي ال 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 دي اللي هي ايه اللي اللي هي من راس المسمار لبدايه النط زي ما مرسوم في الدياجرام هنا اللي بيحسب بيها ال لكم في القوانين انتوا بس تبقوا عارفينها اهي عشان بس N ما ننساش N عامه داخله في حسبه السي بي والسي جي السي 10 والسي 20 دول السي 10 ده بتاع البولت السي بي لو اي اي على ال بس هو ايه مظبط ال يعني مظبط المعادله والسي 20 ده الايه فانكشن برضو في السي جي اللي هو بتاع الجوينت ستيفنس هو بيحسبها بالمعادلات دي عشان كده انا مش محتاج احسبهم ومنها بيطلع الايه الاف طيب ايه اف نوت طب الاف ماكسيم بيحسبها ازاي ايه بصاي على زد بصاي ايه بصاي دي, دي؟ الفاكتور بتاع ايه اللي في الاف زد اللي هو بوينت 0.4 ده زد هو النمبر اوف بولت كان مسمار بحسب عنده اهو لو هنا موجود نمبر اوف بولت انا عندي هنا واحد في الـ FA plus FT على F اللي إحنا عاملها في الأول هي، اللي هي دي، FX plus FT على ميو اللي هو الفريكشن، ده حسب بيها إيه؟ وضرب في الـ ، في الـ K فإداله إيه؟ الـ ، الـ, الـ F طيب، حسب إزاي الاف نوت هي اف ماكسيم ناقص في المعادلة دي إداله الاف انيشال دي حاجه بت 1 والسي 2 اللي هو ايه السي جي سي بي سي 10 والسي جوينت اللي هو سي ايه سي 20 ليه الان اللي هو ال الفورس فاكتور داخله في حسبه السي بي والسي جي ليها تفسير في ال في الريفرنس بس طبعا ايه الموضوع هيطول جامد واحنا مش علينا في ال في ال اللي عايز يقرا فيها ويعني يستخدمها طبعا ده بقى طبعا بس عشان بس وقت اللاب اللي عايز يطلع على اكتر موجوده في الريفرنس هنا ليه ال الـ ان داخله يعني ليه السي 20 بتاعت الجوينت داخله في حسبه السي بولت يعني ايه اللي دخل ستيفنس الجوينت في السي بولت هتعرفوا لما تقروا الريفرنس اللي عايز ايه يطلع الحته دي زياده يعني طيب اللي بعد كده نرجع للانفنتور اللي سيت درامتر 12 طبعا هو عارفه من الـ 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 الاسامبلي البيتش واحد وربع حسب المين بولت ديامتر والمينيمال بولت ديامتر اللي هو الدي مين والدي والدي كور اوتوماتيك اهم فاضل بس اعرف بس البليت ماتيريال والبولت ماتيريال البليت ماتيريال لو فتحت دوست على ال على اللي هو 3 دوت دي او اخترت اليوزر Material هيفتح لك داتا شيت كده في انواع كتير قوي بالكود الستاندرد بتاعها <تقلم> الـ ال ال بتاعه NSI أو DIN أو ISO اللي هو معموله heat treatment أو لأ SU الـ ultimate tensile S e yield strength Pulling power اللي هو elongation Plenary hardness number اللي هو الـ hardness بتاعته الـ compressive stress Young's modulus shear modulus Poisson ratio density أو أي description لو موجود افيلبل يعني ده مثلا ده ستانلس الثاني ستراكشر ستيل يعني بغض النظر يعني لو ما لقيتش الماده بتاعتك اللي انت جايبها ستاندرد موجوده هنا ببساطه هتيجي هنا تقول نيو ماتيريال انا كنت معرف ماتيريال اصلا استخدمها حاجه اسمها بليت كاستم بتيجي هنا مثلا تقول نيو ماتيريال تقول مثلا بليت 2 بقول له ده كاستم انا هعرف ماتيريال انا بتاعتي حسب الروبت اللي عندي هن... حن... هنقول مثلا ستيل 42 ستيل 42 الالتيميت بتاعه كام مين فاكر ستيل 42 في ال 42 باخد باخد 4 و2 ضربها في 10 تبقى 420 اليلد من الجداول اللي معاكوا 220 او 210 تقريبا نص النص ل 420 هدخل اي داتا محتاجه في حسابات ايه ال ده اليونجست مودلز كام؟ 210 جيجا باسكال 210 ميجا 210000 ال جي 80 جيجا باسكال 8000 ميجا بوسون ريشيو 0.2 5.0.3 مش هيفرق معانا في الحسابات هنا density 7000 density ستيل يعني بقول له اوكي هو كل اللي عايزه من بليت ماتيريال يونجس موديل عشان يحسب السي جوينت ده في حسبه تلاقيه إي, اي على ال لو تفتكروا من الحسابات نيكل بولت ماتيريال بنفس الطريقه هعرف البولت جريد انا عرفت ماتيريال عندي اسمها High بولت جريد اتش تي بي جريد 4.8 ultimate 400 4.8 خدته مع الدكتور ال مع دكتور ال بولت جريد اه ماذا طب يعني يعني 4.8 يعني السيجما بتاعتها 4 في 8 في 10. حلو طب الالتيميت الالتيميت خد اول رقم اضربه في 100 أو اول رقم اضربه في 100 يبقى كام 4 في 100 بكام 400, 400. حلو اليلد ليه ليه دي طردين في الحساب 4 في 8 في 10 320 ميجا اور اللي هي ال O.D دي اللي ال point D.8 في ال 400 ب 320 ميجا باسكال هتحط الارقام دي في انفنتور وتقول له اوكي كده اخترت البليت ماتيريال والايه والبولت ماتيريال طالب حاجه اسمها الاوبل ستريت بريشر برضو في برده في انفنتور آه. حاجه اسمها اللوبل سبيت بريشر ان بولتد كونكشن هنحط رقم ستاندرد وهنقوله في الاخر معناه ايه اللوبل بريشر ان ثريد اوف بولت اوف كونكشن بولتس نات ماتيريال انا جريد 4.8 اهو طبعا نات دي ستيل كام الرقم 75 ميجا باسكال لجريد 4.8 يعني جريد فانا هاخد الرقم ده احطه هنا اهو ده لو تحطهم شويه 75 Allowable ثريد بريشر ايه معناه ايه هن هن كمان شويه معناه ايه ثريد فريكشن فاكتور الفريكشن اللي بين السنان الميو خليها 0.2 اللي هو ستيل على ستيل يعني الهيد فريكشن فاكتور اللي بين هيد البولت والبليت او النوت والوشر 0.2 برضو لو كله ستيل وندوس ايه كالكوليت هتلاقيه حسب اوتوماتيك الاف انيشال لان هو حسب السي بي والسي جي اف ماكسيمم لسه حاسبينها ببعض مانيولي وهو حسبها بنفس القيمه الام يو دي بقى فالتوتال تايتنينج تورك فين الايكويشن بتاعته اهي ام يو توتال تايتنينج تورك توتال تايتنينج تورك ديترمايند باي ذا بري فورس افكتد باي ايه بقى فريكشن فاكتور in threads between nut to bolt that T1 and by friction factor contact surface of nut or bolt اللي هو ايه؟ T2 يبقى يعني ال دي هي T1 plus T2 لو حسبتها مانيول هتلاقي نفس الرقم بالظبط اللي الانفنتور ايه؟ حاسبه فانت عشان الكلام ده قدام في اللاب في التسليمات او المشروع ممكن تعمل مانيول كالكوليشنز طبعا انت هتسلم مانيول ولاب يعني مانيول وسوفت وير فتأكد ان انت حساباتك ايه بدات تي 1 t 2 ايه السيجما تي دي ده الاف اي على الاريا كور ده اسامبلي اسامبلي ستريس هم سيجما تي وتاو كي الاثنين دول بتوع الاسامبلي ستريس الاسامبلي ستريس اهو أنا يعني عندي كام حاجة فيه سيجما بتساوي الـ fi على الـ area core وـ tau بتساوي 16 t1 على π d core cube وبحسب في الآخر إيه؟ tau maximum الـ سيجما بتساوي اف ماكسيمم على اريا كور واحسب لها ايه؟ تاو ماكسيمم السيجما والتاو والسيجما ماكسيمم هم بالترتيب سيجما تي حط القوانين بتاعتها فور اف نود على باي دي مين عشان الخط صغير شويه فانا هكبر وبس معدل يعني هي باي على اربعه اف نود اللي الانيشال ده على دي مين دي مينيمم سكوير للاريا كور يعني في بس هنا تعديل على المعادله دي التورشن هي من 16 ام يو هي 16 ام يو 1 اللي هو التي 1 يعني وقصده هنا التي 1 مش التي توتال مش التورك توتال او التايتنج تورك تي 1 مش التي كلها فلما تعملوا تشيك على الكالكوليشنز هتتحطوا زي ما خدناها في الكلية هتستخدموها 16 تي 1 مس 16 تي توتال على باي دي كور كيوب القيمة اهي طيب انفنتور شغال بسيري اوف في الاستيك فيلير غيرها شغالين بيها التاو ماكسيمم دي بيزد على ايه ماكسيمم شير ستريس سيوري تقول ليه السيوري دي ان تاو ماكسيموم اللي هي الالاوبل هي سيجما ييلد على اتنين ماكسيموم الالاوبل او مش تاو عشان ده سيبقى اللفظ دقيق ماكسيموم الالاوبل شير ستريس هو الييلد سترينث على اتنين يعني الليمت للشير هو نص الليمت اليلد اتنشن يعني في سيوري تانية بتاعت فون ميسز بتحسب السيجما كومبايند بطريقة تانية روت سيجما زائد تلاتة تاو سكوير ليها اثبات طبعا بس دي السيجما اللي انفنتور بيستخدمها واللي لاحظ فيكم انسز و انتور في الستريس اناليسز في ام 112 هتلاقي على الشمال كده من فوق او في ال 3 دي مكتوب بون ميس ستريس مش ماكسيمم شير ستريس ثيوري فهو عاده مفضله اكتر يعني عالميا في الاستخدام يعني دي اللي هي سيجما ريدكشن اللي هي دي سيجما ريديوس ترو سيجما سكوير زائد تلاته تاو سكوير. دي اللي هي فون ميسز ستريس A كرايتيريا الماكسيمم فورس هي نفسها سيجما maximum F Maximal area core اللي هي دي. سيجما maximum. دي اللي هي working stress. Uh, pressure uh, ده هتحسب كله طبعا manually وتقار وتقارنه بـ عشان تتأكد. ال calculated بريشر pressure هتلاقوا عندكم في الانفنتور المعادلة بتاعته بس ان شاء الله هنشرحها مع الديناميك لود ناخد بس بريك انا كده بس بقى تقريبا ساعتين ناخد بس بريك كده ربع ساعة نرجع تسعة ونص نكمل بس حتة بتاعت البريشر دي ونخش فين في الديناميك ايه اناليس احنا كده يبقى خلصنا ال اللاب 1 و 2 اللي هو كان خاص بالبولت ايه؟ بولت كونكشن. في اي اسئله قبل ما ناخد بريك؟ بعد البريك قد ايه وقت تاني؟ يعني تقريبا اعتقد نص ساعه ساعه الا ربع بس طبعا يعني اه رينج ده مش مش اكتر من ساعه الا ربع مش هتجيبها مش هتجيب ساعه الا ربع ان شاء الله والله يا باشمهندس هنخلص امتى؟ نعم هنخلص امتى طيب؟ لأن تقريبا كانوا لنا ان هو كنا هنخلص تسعة ونص عايزين كام غير بريك راحتكم انا عامل عليكم عشان بس تف يعني تفصلوا شويه ان ده المفروض اربع ساعات ورا بعض ولا في ساعتين المفروض لو في بريك عشر دقايق يبقى تقريبا ثلاث ساعات وثلث اللاب يعني انا قلت بريك عشان انتوا نفسكم تفصل تفصلوا 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 شويه وبعد كده من سته مش من سبعه يوم السبت عشان بس ايه يعني سته لتسعه ونص فيبقى الميعاد مش متاخر أوي يعني النهارده بس كان سبعه عشان عرفت من اسامه ان انتوا كنتوا في المعهد كنت في الكليه متاخر يعني تحبوا نكمل ولا ناخد ولا تاخد بريك ربع ساعه ناخد بريك احسن يا أنا بقول كده عشان انتوا ايه تريحوا شوية تفصلوا شوية عشان المعلومات كتيرة يعني ماشي على تسعة ونص نرجع ماشي أنا مش هقفل هنعمل بس ميوت وعلى تسعة ونص نرجع. شباب سامعني كده تمام يا باشمهندس سامعين تمام كمل بقى ال مشير سكرين قولوا لي لما عندكم عشان بس نبتدي ظهر يا شباب الشاشة ولا لسه ما ظهرتش؟ <applause> تمام أخر حاجة عليها اللوبل ثريت بريشر اللي هي ب 75 اللي احنا جبناها من ال من الانفنتور من ايه الجدول ده أنا جريت 4.8 إيه النط والبولت والستيل أهو ايه لو الماتيريال ستيل يبقى انا ايه 75 ميجا باسكال ده فاليو انا هديها الانفنتور عايزها مني انا بدخلها له طب لقيته على جنب راح احسب لي ايه الفاليو اللي هي 46 كالكوليتد ثريد بريشر جابها منين جابها من الايكويشن دي الايكويشن دي انتوا شفتوا شبهها شبهها في جايد نوت كالكوليشنز الباور سكرو خدته حسابات للجايد ناط الباور سكرو بس واخدينها حلو كويس 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 انتوا خدتوها هادلوقتي... انا الbearing pressure اللي كنا نسميه bearing pressure الguide knot كنا نبرع عن ايه ال f 1 على 4 d outer square ناقص d core square من number of a piece اصغر او add bearing pressure allowable مظبوط كده القانون اه تمام حلو القانون ده شبهه بالظبط بطبقه فين في المسامير ازاي اللي هو الثريد بريشر هيساوي ده كالكوليتد اف ماكسيمم اللي هي اعلى فرص موجوده في البولت باي على 4 دي اوتر سكوير ماينس دي كور سكوير في فاكتور تاني انفنتور معرفه اسمه الدي على البيتش أصغر أو أد بريشر على ده اللي كان 75 ميجا باسكال وجبناه من الجدول أهو طيب إيه بقى 0.8 دي على p لو جيت هنا للريفرنس ده عشان بس اوريكم بس الحاجه اه اللي هي دي شايفين 0.4 دي ده ده جزء من ارتفاع الهيد بتاعة المسمار او الانجيجمنت اكنه 0.8 تاني يعني مضروبه في 2 الحته اللي فيها Engagement بين سنان النط وسنان المسمار في انفنتور كده الحته دي هل النط النات يعني ماسكه في انهي جزء من البولت في الثريد اللي هو ايه في ارتفاع ايه طبعا هو واخد فاكتور من الارتفاع اللي هو كام 0.8 من الدي ف 0.8 من الدي ده Height لو رجعنا كده 0.8 0.8 دي ده height اللي فيه إيه؟ engagement بين التيس اوف of bolt and Not. طب ال البي p ده ايه pitch، طب ما الترم ده كله عبارة فاكرين الان n دي كانت عبارة عن إيه هنا؟ هايت الجايد نوت على ايه على البيتش عندي كام سنه نفس الكلام في المسمار والايه والصاموله ال 0.8 دي ده تقريبا الهايت اللي فيه engagement بين سنان الايه اللي هو الاتش يعني على البيتش ده الايه عدد السنان اللي فيه ايه كونتاكت بين المسمار والصاموله هو تقريبا نفس ايه نفس الكونسبت بتاع القانون لما حسبنا القانون ده طلع كام في انفنتور 46.368 ميجا باسكال والالاوبل كام 75 فانا ايه سيف لو انا بقى مش جايب هاي بولت جريد اللي هو دول حاجه تانية وبنفس اللود ده ممكن ما يستعملش نفس البريشر يبقى عنده الالاوبل كام لو ستيل عادي مش هاي بولت 30 مثلا ودوس كالكوليت هلاقي كله سيف يعني هو سيف كاسمبلي ستريس سيف ك ستريس بس الستريت بريشر ماله مش سيف هو عايز 46 مينيمم هو اللي عندي 30 فلازم اخلي بالي من ايه من النقطه دي طبعا ليه في في البولت بيبقى الموضوع سيف اكتر ان انا ستيل على ستيل وضغط انسايل في الموضوع ايه يبقى ال بيرنج بريشر الاول بيبقى عالي يعني طيب ده بالنسبة للستاتيك ايه؟ طبعا safety فاكتور كالكوليتد بيزد على الماكسيمم ماكسيمم اسامبلي او ماكسيمم ورك او ماكسيمم بيرنج بريشر باخد اكتر واحد فيهم ماكسيمم واحسب عليه ايه؟ المينيمم اللي بحسب عليه ايه؟ الـ بختار المينيمم يلد ايه؟ مينيمم سيفت فاكتور او في حاجة يبقى اسمه ماكسيمم سيفت فاكتور لان انا ايه لازم احسب على الورست كيس ايه؟ ورست كيس سيناريو حتى هنا مكتوبة في انفنتور بيقارن ال ده سيجما ريديوس ده الاسمبلي سيجما ماكسيمم وركينج ده ايه كالكوليتد بريشر اصغر من الايه من الالاب عنده 3 كرايتيريا للسيفتي فاكتور طيب كله تمام ومفيش مشكله هقول لك ايه كالكوليشنز انديكيت ديزاين كومبلاينس يعني كل شغلك ماله كاستاتيك مفيش مشكله نيجي بقى لايه للفتيك طيب هنعدي بس بسرعه عشان نفهم الكونسيبت بتاعها وانتوا اكيد هتاخدوها في المحاضره او بطريقه يعني هتتعدوا عليها اكيد وتحلوا عليها في السكشن انا بس اللي يهمني هنا عشان بس نقارنه بانفنتور نفهم الموضوع بيجي ازاي الاكسيرنال فورس اللي عندي هنا بتفاري يعني ايه بتفاري انا ما, ما عندي هنا خمسة آلاف فاديت لي في ماكسيموم كام؟ سبعة آلاف ميتين وأربعين ومرة سبعة آلاف فاديت لي الرقم ده يعني معنى كده كل مرة المسمار بيشوف إكسرنا اللوت مختلف هيغير انيشال تنشن ويغير ايه؟ ال ماكسيمم اللي هو اف ماكسيمم هيغير كل حاجه كله هيتشفت فوق او تحت فانا بحسب البي بجيب البي اكسترنال مينيمم وماكسيمم وبطب بحسب ايه 2 اف ماكسيمم يعني دي اف ماكسيمم ماكسيمم ودي اف ماكسيمم مينيمم عشان بس الناس تبقى ايه يعني تبقوا متابعين معايا المصطلحات دايناميك اناليس عندي بي اكسترنال مينيمم هحسب له اف ماكسيمم مينيمم بي اكسترنال ماكسيمم هحسب له اف ماكسيمم ماكس من دول بقى هاخد الاثنين دول حسب ايه اف فاريبل أو Variance Variance يعني فرق هي F Maximum معاناة F Minimum على اثنين طبعاً مفهوم F Maximum Maximum F Maximum Minimum عشان بس إيه ما نكررش ما ال... نضللش المصطلحات واحد سنعرف اسمها F mean، mean دي Average يعني F Maximum Plus F Minimum على اثنين هجيب دي ازاي طبعا ممكن تشيك مانيوري واحسب من هنا مره خمسه الاف اهي ناخد الرقم سبعه الاف ميتين واربعين ونص مره سبعه الاف ناخد ايه تقريبا لها عشره الاف دي واحسب بيهم الاف مين والاف ايه فارينس طب وبعدين زي ما باين هنا نقفل ده خلاص كاب اف مين واف فارينس اف مين واف فارينس هيحسب سيجما مين وسيجما فارينس اني اريا اريا كور اريا البولت كور اللي هو دي ال مينيمم هيقسم الفورس مين على الاريا والفورس فارينس على الاريا ويرسم كيرف بالمنظر ده كيف ده بيترسم ازاي عندي المحاور اهي بحط هنا بوينت سيجما يلد بتاعت المسمار وهنا سيجما ان ديورنس دام دايناميك ما ينفعش اعتمد على السيجما يلد في السيفتي فاكتور ليه لانها جايه من ستاتيك تيست لو سايل تيست عملوا تيست بقى تاني ايه التيست ده لو معاك وانت قاعد على المكتب كده مثلا مسطره مسطره بلاستيك او حديد اللي الصغيره دي وعايز اتنيها اعمل لها بيندنج مثلا وان سايكل مرة واحدة يعني مرة فوق مرة تحت كده وبعدين كده وبعدين ترجع الحالة ايه؟ الأصلية تفتكروا مين يستحمل الحالة دي ولا الحالة دي عندي برضو مسطرة لها بيندنج ألف سايكل ألف مرة هاخد المسطرة دي اتنيها لفوق واتنيها لتحت هنا مرة واحدة مرة ومرة هنا ايه ألف يعني مجموعة يعني الاتنين دول على بعض مرة واحدة وهنا كام ألف سايكل تفتكروا أنهي حالة المسطرة ممكن تستحمل ستريس أعلى فوق ولا تحت قبل ما تتكسر يعني لو مرة واحدة فوق وتحت بمثلا 200 ميجا باسكال ومنكسرتش هل لو استخدمت 200 ميجا باسكال وعملتها ألف مرة هتتكسر ولا مش هتتكسر؟ نفتكروا مين يستحمل سريس أعلى مرة واحدة ولا ألف مرة؟ كده معايا؟ معاك يا باشمهندس طيب مرة واحدة صح مرة واحدة، أنا هاتني مرة واحدة أكيد هتستعمل سيس أعلى كل ما النمبر أوف سايكل بيزيد المسيرة هيحصل لها فتيجة، يعني فديك فتيج هتوكهد فقدرتها إنها تستحمل سايكليك لود طالع نازل إيه هتقل فتلاقي الكيرف عامل كده خدوا التست ده وطلعوا منه كيرف بالمنظر ده عند نمبر اوف سايكل قليله تحمل ستريس ماله عالي كل ما نمبر اوف سايكل بتزيد الماتيريال هتند عند قيمه معينه بس عندها اسمها سيجما انديورنس هتسيتل كده عنده. عند عند فاليو معينه يعني ممكن بعد نمبر اوف سايكل او اقل من نمبر اوف سايكل معينه انا ممكن لو عندي انفينيتي نمبر اوف سايكل عند قيمة ستريس معينة لو شغال مثلا لو أنا شغال دي الانديورنس بتاعتي عند مثلا كام الليميت دي لو أنا شغال مثلا عند سيجما اللي هي السايكليك دي 80 ميجا تمانين ميجا باسكال وسيجما انديورنس دي مثلا كام 100 خاصة كده سيف ليه سيف؟ لأن ستريس اللي بيحصل عندي اللي هو ميجا باسكال أقل بكتير من مين؟ من بالمية فانا ممكن اوصل انفينيتي نمبر اوف سايكل وما يحصلش عندي ايه؟ فيلير دو, 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 دو ديوت تو دايناميك لود هي إيه دي ايه؟ حتة اللي ايه؟ انديورنس طب سيجما انديورنس على جنب كده عادة هي نص السيجما التيمت في حين ان السيجما يلد من الجداول بتكلم على الجداول مش بتكلم لو مش معاك جدول انت لو مش معاك جدول هتفرض ان يلد نص الالتيمت السيجما يلد من الجداول تقريبا 0.6 او 0.7 او اكتر من الالتيمت وده معناه ان السيجما انديورنس اصغر من السيجما يلد وده سبب ايه ان هي ايه الحاله ايه, إيه؟ كريتيكال ايه جدا ليه كريتيكال لو انت عامل ديزاين بتاعك ستاتيكلي سيف يعني امنت الاستاتيك لود بتاعك ان كل الموضوع ايه سيف حاسب كله قال ان اليلد وسيفت فاكتور عالي اتنين او تلاتة وامن نفسك الم... الشغل بتاعك فيه دايناميك لود بس انت محق... ما ايه ما عملش عليه تشيك هتلاقي ان الماتيريال حصل لها فيلير يودو دايناميك او فاتيج مش من الاستاتيك لود ليه لان قدره الماتيريال انها تستحمل دايناميك لود اقل من انها تستحمل ايه ستاتيك لود فيحصل الفيلير من الدايناميك مش من الاستاتيك عشان كده مهم وانت بتعمل شكل اي حاجه أه ده يعني سيف ولا لا لو في داينامك تعمل ايه تشيك داينامك لان بروبرتي الماتيريال انها وستاند حاجه ديناميك اقل من الايه من الستاتيك هتوصل خط في الكيرف ده بين سيجما انديورنس وبين سيجما يلد ستريت لاين ده طلعت له سيجما فاريانس طلعت له ايه السيجما مين هتحط هنا السيجما مين على المحور ده بالترتيب عشان لو قلبت الترتيب الميثود مش هتعمل. مش هتشتغل صح وهنا السيجما فارينس يبقى السيجما مين مع وال والفارينس مع الاندورنس طبعا دي ايه هديك هنا بوينت اللي هي دي هتوصل من الزيرو بتاع ده الزيرو هتوصل ستريت لاين يعدي بالزيرو والبوينت لغايه لما يخبط في الخط بتاع الانديونس والايه؟ واللي تسمي دي او اي بي جوه تريانجل انت سيف بره تريانجل نوت سيف سيف كايه كدايناميك يبقى السيفتي فاكتور عندنا او بي على او اي لازم يبقى اكبر من واحد يعني ان البوينت ايه دي طب انسايد triangle ده لو انسايد triangle يبقى انت كده ايه سيف كايه؟ ايه لو جربنا الموضوع هنا هنقول ان اللود بتاعنا ده طبيعته فلكتويتد بيفلكتويت بين اللي هو التو فورسز بتوعي اللي كانوا سبعة واحد أربعة اتنين بوينت و تقريبا اللي كانت 10000 اللي هي ايه 3.5 جبتوها من دول اهم الس... ال 7000 ايه تقريبا آ... 9000.5 وال 5000 تلاف... اهي خدت اللود دي حطيتها فين هنا طيب الريكوارد تيفت فاكتور بتاعي هخلي بس دي بس اسمها سودر بيرج ميثود عشان بس الطريقه بس بتاعتنا دي سودر برج ميثود اهو سودر برج سيري اوف فاتيك في كذا سيرف فاتيك يعني مش عارفين سودر وموجوده في انفنتور هختارها هخلي dynamic ستروك فاكتور ستروك factor لو في حاجه بتعمل ستروك يعني لو عندك شوك لو عندك حاجه بتعمل impact لود انا نختار لايت اللي هو واحد انا مش هنعتبر ان في شوك لو عندك مثلا زي الشايبر مثلا او زي اللي هي المقشطه في الورشه او زي ما حاجه مثلا زي دقاق بيعمل حفر فده في شوك فلو في شوك بتحط الفاكتور ده يعلي السيفتي اكتر هقول ما عندناش شوك يبقى 1 ده مثلا الكتريك روتري ماشين جرايندنج ماشين حاجات ايه هاديه فالدنيا ايه أه هتقولك لك ايه الفرق بين اللايت والهيفي والحاجات دي ده مثلا فورجينج بريس طبعا ده فيها شوك عالي قوي باور هامر اللي هو او ستون كراشر ده اللي هو المكن اللي بيكسر صخر فده طبعا فيري هيفي فاكتور المهم احنا اللايت يعني حاجه هاديه السيفت فاكتور خليه ثلاثة وده بيقول لي هنا الـ Strength Ratio السيجما اي داش على اس يو ريشيو الالت ال... الانديورنس بالنسبه للالتيميت احنا اخترناها كام النص اهو احنا اخترناها نص هحط الفاكتور ده في انفنتور النص هو اوريدي حسب ان البيزنج انديورنس ليميت كام ميتين ميتين ليه لان الماتيريال بتاعتي الهايتن سايل بولت جريد ده لو فاكرين كان الالتميت بتاعه كام 400 اهي 400 على 2 200 اي فاكتور زياده نخليها ب1 مش مش انتريستد فيها أه وبعدين هندوس ايه كالكولييت هنا ده في حاجه هنا خمسين على بس حاجه تاني مش هو غير اه ما مسيفها مسيفة سريعا كده اليوزر User Material

معرفش يمكن كان معلق ولا حاجة معرفش حاجة اصلا ماشي ده اللوز اللي عندي نحط اللود هنا كانت سبعه واحد اربعه اتنين بوينت وتسعه تسعه تسعه

اه تمام ما فهمت الابر هو العكس بس انك كتبت الرقم في مكان غلط وده اللي هو سبعة واحد أربعة اللور هو الأقل قد عكست بس الرقمين اه السيفتي فاكتور هنا في مشكلة هنا 2.8 ده required ماشي خليه أربعة <applause> اه ال required to انا كده هتلاقي الارقام دي هذا هنا ريكوايرد سيفت فاكتور 2.8 وانا ثلاثة هو سيف بس يمكن بس في حاجه في ال في الـ في البرنامج يمكن هو مش كان على على حاجه بس حاجه بتحصل ده مش منطقي ان 2.8 required لا 2.5 ماشي Indicators كده زين ماشي مفيش مشكلة خلاص أه... أنا 2.5 وده إيه أه... 2.8 فأنا خدها إيه سيف إيه Minimum يعني ليا 2.8 سيف إيه فاكتور الأرقام دي ممكن تحسبوها اللي هما الرقمين دول سيجما إم وسيجما إيه دول إحنا ممكن نحسبهم ده المين سايكل وده الفاريانس عشان بس تبقوا عارفين المصطلحات دي سيجما ام سمول مش ام كابيتال ده مين اللي هي السيجما مين السيجما دي اللي هي ايه الفارينس طب هتلاقي وانت بتحسب الكلام ده مانيولي الفرق بين دول والمانيولي ان هنا في انفنتور ما بيحسبش على الاريا كور بيحسب على دي على الاريا مين الدي مين فهتلاقي رقمين دول وانت بتحسبهم قريبين بس ليه مش بالظبط لان بيحسب على ايه على المين دايمتر لكن على الكور دايمتر هي الارقام ايه مختلفه شويه زي ما بنحسب فين في الكليه فده برضو ايه تتاكد من الرقم ايه بتاعك في اي اسئله في الـ في الديناميك اناليسز لو ده, ده, ده ان شاء الله في الكليه شرح اكتر في المحاضره والسكشن حاولوا ايه طبقوا ثيوريتيكال وبالايد وبالايه وبالانفنتور ايه الموضوع ده عشان تشيك الكلاش بتاعتك ايه مظبوطه يعني في أي أسئلة عموماً في العملة النهاردة سواء استاتيك أو ديناميك؟ لا لا تمام شكراً يا باشمهندس لا أنا إن شاء شاء هبعت مش مش ليه سيف هو كان سيفها وكان مظبوط ماشي أه هبعد لكم ان شاء الله اللاب شيت بتاع البولت كونكشن أه وده هيبقى فيه برضو يعني تمارين على اللي احنا عملناه حاجات شبهها انتوا عشان بس دي اول مره يعني يبقى فيها لاب انتوا دكتور ايمن قسمكم تيمات عشان الاساينمنت ولا ما تقسمتوش اه احنا متقسمين حلو قوي نفس التيمات السكشن هي تيمات الايه اللاب كل تيم هيسلم وان سبمشن التيم ليدر هيسلم على ال ام اس على الاسامه على ال ام اس هيسلم وان سبمشن للايه لل اسمه لل... لاب شيت بس لو سمحتوا يبقى في كفر بيج عليه اللوجو والاسامي والاي دي وكل ده انت كده عارفينه من الكورس اللي فات والكونتريبيوشن بتاعت كل واحد مين اللي اشتغل ومين اللي ايه ما اشتغلش طب هتقول هو اصلا اتنين اساينمنت يعني اصل سؤالين مثلا هم احنا انتوا سته لا كله يشتغل وانتوا اختاروا ايه يعني مش معنى ان انتوا اه اتنين كويشن وانتوا سته فاتنين يشتغلوا باي لا لا كله يشتغل لو سمحتوا عشان ايه هيبقى في بروجرس بعد كده ويبقى في كويس فانت ايه اهم حاجه تبقى انت مستفاد وتثبت المعلومه عندك يعني الديدلاين طبعا اللاب هنحاول اظبطه عشان يعني انا عارف ان ال... هناخد مره في الاسبوع تو لابز مع بعض هنحاول نظبط ان شاء الله ايه الديدلاينز ما تبقاش ايه قريبه قوي من بعض يعني في يعني اي استفسار بالنسبه للنهارده لا تمام مش مهندس تمام يا شباب شكرا اشكركم على النهارده وان شاء الله ايه نتقابل ايه السبت اللي جاي لو عايزين اي اسئله ابعتوا ابعتوا لي على تيمز او خلي اسامه يبعت لي على الواتساب يعني بس تيمز افضل عشان بس تبقى الدنيا متجمعه يعني ماشي مع السلامه سلام يا باشمهندس